مشاهدينا الكرام مساء الخير، آتيا من شرم الشيخ حيث القمة العربية وظلال اليمن الطاغية عليها، وآتيا أيضا من نيويورك حيث اجتماع ضحايا هجمات وابتزاز العرقيات والأديان في الشرق الأوسط وكلمته المدوية هناك، يطل الليلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ضمن الأسبوع في ساعة في حوار شامل حول الملفات والعناوين المحلية والإقليمية في لحظة حرجة داخليا وخارجيا. في الداخل لا رئاسة في الأفق المنظور ولا توافق حول القضايا المصيرية بين الأطراف الأساسية، وبالانتظار حكومة ربط النزاع صامدة والحوارات بين التيارات ما زالت قائمة. وفي الخارج ضجيج النزاعات يملأ المكان من المحيط إلى الخليج بمضائقه وبواباته، ومن بلاد ما بين النهرين إلى بلاد ما بين الخلافتين، على أمل أن يبقى حد أدنى من الاستقرار في بلاد ما بين الحضارتين. وبالإذن منك مع عليك استعملت عبارات ذكرتها بخطابك بنيويورك ورح نحكي عنه. وزير الخارجية والمغتربين إذن جبران باسيل يطل الليلة مباشرة من مكتبه في وزارة الخارجية لنتحدث في كل الملفات والعناوين. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور، سعد مساك ومساء المشاهدين. من سنة لنا لقاء معك، كان أول لقاء بتطل فيه مباشرة على الهواء من وزارة الخارجية، كان بالباحة الخارجية. هلأ نحن بمكتبك، ما بعرف اللقاء الثالث وين رح يكون، بالخارجية أو بوزارة تانية أو بمقر آخر. بيسمعك بيفكر ما كلها خمس أمتار يعني هون لهونيك، هذه هي الخارجية. بس حلو المكان، حلو المكان، لازم يتحافظ عليه. ونحن عملنا رفعنا مرسوم لاستملاكه، وعندنا مشروع كامل قدمناه للحكومة من أكثر من شهر ونص، إن شاء الله يتوافق عليه تيصير في عندنا مبنى عملي فونكسيونيل للخارجية وبليق بأي وزارة خارجية، لأنه بأفقر دولة بالعالم زرناها شفنا يعني كيف مباني وزارة الخارجية، ويكون عندنا هذا يتحافظ عليه كأثر ضيافي وفيه وإله طابعه التراثي والحضاري يلي بيشبه لبنان. واللي بس يجيك ضيف على لبنان لكم ساعة بيقدر يشوف وجه لبنان من هيك مكان. على كل حال، وأخيرا زبطت معنا أنه صادف أنه نهار أحد بوقت البرنامج مع عليك ببيروت ومش مسافر، واسم الله عليك يعني أكثر وزراء الخارجية سفرا وتنقلا وترحالا. ورح نحكي عن اهتمامك بالمغتربين، بس عندي أول شيء هيك سؤال، بس بدي تعطيني اسم بلد بعد ما زرته. لا عبالي عبالي أعرف شيء كتير، بس خليني أقول عبالي أعرف. أول شيء هيدي واجباتي وكتير كتير من الدعوات ما بنقدر منلبيها، يعني نحن منلبي اللي بنعتبر أنه في له حاجة أو يلي نحن عم نبرمجه. وأنا بقول لك كتير 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 مقصرين بزياراتنا خاصة للمغتربين، لأنه صحيح زرنا 10 دول بأمريكا اللاتينية مثلا أو 4 دول بأفريقيا مثلا، بس ديش بعد لازم نزور؟ أو زرنا 5 ولايات بأمريكا أو 5 مدن بأمريكا الشمالية، قدي بعد لازم نزور؟ استراليا قدي في دول بتعرف أنه في عنا تقريبا 500,000 لبناني بأمريكا الوسطى وجزر الكاريب. هودي كلهم شوي 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 وناوي تطلع عليهم؟ طبعا. بعدين البلدان اللي زرناها تكتشف انه ايه، انا جيت مثلا بوغوتا بكولومبيا زرنا العاصمة، طب وبرانكيا في لبنانية اكتر من بوغوتا، وزيت الشي بالارجنتين، وزيت الشي بفنزويلا، زرتنا 4 مدن بفنزويلا وكان لازم نزور بعد مدن. هو لبنانيين على القليلة لازم يحسوا انه دولتهم سئلة عنهم بتقلهم كل 100 سنة مرة مرحبا. على كل حال، في عندي محور خاص رح نحكي فيه عن الاغتراب وعن المؤتمر الاغترابي اللي رح ينعقد ب 21 و 22 و 23 ايار، وبعرف قديش انت محمس له وقدي عطيه من اهتمامك ومن وقتك، ولكن بدي ابدأ بداية من شرم الشيخ. بهالثلاث ايام اللي مرقوا، يعني بيروت شرم الشيخ، شرم الشيخ نيويورك، نيويورك شرم الشيخ، شرم الشيخ بيروت، يعطيك العافيه. الله يعطيك. بشرم الشيخ القمه العربيه اللي احداث اليمن حولتها لقمه استثنائيه، وتحديدا بدي احكي عن موقف لبنان. قيل معالي الوزير انه هناك امتعاض عربي وتحديدا سعودي و
مصري تبلغه الرئيس سلام من موقف لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومن هنا جاءت بالأمس كلمة الرئيس سلام لتبدد هذا الامتعاض. هل صحيح كان في امتعاض معين؟ وإذا لا، ليش طلع هالخبر؟ مش يعني هيدا ثانوي بالنسبة لإلي. يعني نحن بالنسبة لإلنا شو مصلحة لبنان بنعمل؟ في أوقات في ناس في دول ترضى، في أوقات دول ما بترضى، لأنه كل دولة لما بيكون في تجاوز وصراع بدها تاخدك لجهته. نحن بعتقد الموقف اللي عبرنا عنه نهار الخميس بشرم الشيخ باجتماع وزراء الخارجية أكد عليه الرئيس سلام امبارح بكلمته بذات الثوابت يلي كان منسق الموقف طبعا مع الرئيس سلام، لأنه نحن ما بدنا ندخل بلا خلافات عربية عربية، ونحن بدنا نحمي لبنان، بدنا نحايده، ونحن همنا الأول بسياستنا الخارجية مصلحة لبنان وكيف نحافظ على وحدة لبنان ووحدة اللبنانيين بالحد الأدنى اللي ممكن. وبالتالي قلنا وكنا واضحين إذا في إجماع عربي نحن يعني طبيعي نفضل نكون معه، لأنه لو هل على الإجماع على شيء من الخطأ أفضل ما يكون في موقف صواب بوضعنا اللبناني مش بالمطلق، ويكون في عليه خلاف ونصفي نحن عم ندخل بمحاور وبخلافات. بس أنا بدي أطلع يعني بخلاصة الموقف اللبناني، يعني الرئيس تمام سلام بالأمس يؤيد موقف العرب في اليمن، وبالوقت نفسه يدعو إلى تحييد لبنان عن كل الصراعات الإقليمية. يعني بالخلاصة الموقف اللي عبر عنه الرئيس سلام هو موقف داعم للسعودية، معطوف على التفكير أنه دخلكم خلونا نحن محيدين عن هذا الصراع. لا، هل هذا التوصيف دقيق أم لا؟ إذا بدي وصف شيء يعني يمكن يلي شوي كان في إضافة، يعني المبرر يلي يعني عبر عنه دولة الرئيس بموضوع التدخل، إنما نحن موقفنا الواضح يلي سجل بالقرار يلي طلع سجل موقف للبنان بيقول إنه نحن ما دعم أي شرعية من الدول العربية، وهيدي مواقف فيها يعني تأثير على لبنان. نعم، مشان هيك بدنا نفكر نحن عم ناخد موقف من أي دولة عربية نشوف شو إسقاط هذا الموقف على لبنان. واحد، دعم الشرعية، اثنين، عدم التدخل بشؤون دولة عربية طبقا لمثال جامعة الدول العربية، وثلاثة، الحلول السياسية مش الحلول العسكرية. وعلى هالأساس أي شيء بينطلق من إجماع عربي نحن معه، أي شيء كنا واضحين أنه نحن ننقى بلبنان عن هيدا الشيء. والأهم أن دعينا لتشكيل قوة عربية مشتركة. ليه؟ لأنه لما بصير في عندك حالات مثل هيدا مسوغات هالقوة وكيفية تدخلها بيكون واضح ومعروف، والمعايير اللي بدها تنوضع مش تكون استنسابية حسب رغبة الدولة أو قوتها أو ضررها أو تأثيرها على بقية الدول أو تأثرها من حدث ما معين. على كل حال معليك، أنت ذكرت بكلمتك أنه الحلول السياسية هي التي سنصل إليها لا الحلول العسكرية، اللي أظهرت بلبنان وسوريا والعراق أنها لا تؤدي إلا إلى هدر الدماء والأموال والجهود والوقت للوصول في النهاية إلى الحوار السياسي. هذه كلمتك. بس يعني إذا كان موقف لبنان داعم للإجماع العربي، هل يعني اليوم أنه هناك إجماع عربي ولبنان داعم لما يحدث في اليمن، للتدخل العربي في اليمن؟ لا، تنكون واضحين ما في إجماع عربي. هلأ في أكترية بس أنه في واضح أنه في دول بعدين بتعرف بدنا نعمل مواقف يعني كيف بيقولوا ملغصة أو واضحة. يعني العراق عبر، والجزائر عبر باعتراض واضح، والجزائر، وفي كتير دول حتى يعني خليجية واضح أنه يعني منا رايحة لبعيد بالموضوع، وحتى الدول يلي عم تدعي لهيدا الشيء عرفة أنه بدها حل سياسي. وبالتالي نحن مش مهمتنا أن نحرض بشو؟ بدماء يمنيين، بخلاف بالآخر الصراع يمني يمني. مش في ظاهر انه والله اجت دولة خارج الدول العربية غربية او غيره واجت عملت شنت على العدوان او الحرب على ساعتها في الزام. هون المبادئ على لبنان وعلى كل دولة عربية انها تأيد، لانه في خلاف يمني يمني واضح. يعني الحوثيين مش يمنيين، مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح مش يمنيين، ففي صراع.
طيب نحن بمحل منقول بندعم الشرعية، بمحل منكون ضد الشرعية. كيف؟ خلينا نعتمد معيار واحد، وبعتقد هيدا يلي بيعمل صفاء عربي ويلي بيخفف المشاكل، ونحن مع هيدا التوجه. هلأ ما رحنا، تنكون صريحين كمان، عملنا إيدين للتدخل العسكري، لأنه كمان أصحابه عندهم مبرراتهم وعندهم مخاوفهم وهواجسهم، بغض النظر مش نحن منقيم إذا محقق أو مش أشمو أو مش محقق، إنما قائمة. يعني الموقف الرسمي اللبناني وكأنه لا يبارك ولا يلعن، يعني لا بأيد ولا ولا ضد، وبالوقت نفسه دخيلكم حيدوا لبنان. كيف بده يتم تحييد لبنان أو النقي عن هذا الأمر بالوقت يلي في أطراف سياسية أساسية سمعنا تصريحاتها ومواقفها؟ يعني سمعنا الرئيس الحريري الداعم للعملية العسكرية السعودية، سمعنا السيد نصر الله وموقفه العالي النبرة يعني تجاه السعودية، وهن بيعبروا عن مكونات أساسية بالحكومة اللبنانية. كيف يعني كيف بده يتمارس النقب النفس والتحييد ومكونات الحكومة الأساسيين؟ عم نسمع شو مواقفهم. طب مش لازم يضل حدا يقول انه نحن بدنا مصلحة لبنان ولا بدنا نقيد هون ولا بدنا نقيد هون؟ مش من موضوع لا موقف او الهروب والحياد الهيك. طب انا بعتقد انه اذا بتسأل اللبنانيين هيك بالمطلق، القسم الاكبر منهم اللي حيقول شو قلنا عليه نحن بالقصة. ايه بس من المسؤولين ما عم تجوا تقحموا. طيب بس الزعامات والقيادات يا معالي الوزير اللي متفقين عليه نحن كحكومة ايه بسياستنا ان نبعد لبنان عن هالمشاكل. بس في حزب الله بالحكومه، في تيار المستقبل بالحكومه، في بضل حزب الله عنده موقفه وتيار المستقبل عنده موقفه، ونحن رئيس الحكومه ووزير الخارجيه بيعبروا عن الموقف الرسمي للبنان، مش لا حزب الله ولا لتيار المستقبل. نحن شغلتنا نعبر عن الموقف يلي بنعتقد باتفاق مع الحكومه، وإذا غير هيك حدا يقلنا بكرة غير هيك بالحكومة. وجد أنا قابلين يعني نقضى على مساءلة ولا محاسبة، بس نحن هيك متفقين بالحكومة كل مكونات. خليني أقول لك، نحن في بيان وزاري ونحن متفقين بالحكومة أنه نحن ما بدنا ندخل بلبنان، ما بيحمل نحمله أكثر من مشاكله الداخلية أساسا عظيم، وإنه نجي نحن نعبر عن هيدا الموقف على القليل. الموقف الرسمي تبع الدولة اللبنانية بيكون هيك، وبيحفظ الحق لأطراف سياسية أن تعبر عن موقفها. لا بدنا ولا حبين لا نشوف تيار المستقبل عم بيقاتل باليمن مع السعودية، ولا حزب الله عم بيقاتل باليمن مع إيران. نحن بدنا هون أنه يكون في الحوار ماشي، ونكون عم نخفف هالتشنجات يلي بالآخر ما بتساعد. كل مكونات الحكومة متوافقين ومتفقين على هذا المنطق وهذا المبدأ. خلي حدا بالحكومة يقول غير هيك. بكرة عنا جلسة نهار الأربعاء الجاي، يجي حدا يقلنا لا أخذتوا هالموقف. إيه بس هيدا وكأنه في ما بدأ هين كتير، بس في انفصام يعني معالي الوزير. لا ما في يعني انفصام. لما حضرتك تكون وزير، يعني بدي أفترض أنت وزير تابع لتيار المستقبل أو تابع لحزب الله، وعم بيكون موقفك داخل الحكومة هالصورة اللي عم تعطيني إياها، وبالوقت نفسه خارج الحكومة القيادات والزعامات اللي أنت تابع لهم عم بيكون موقفهم مش نقب النفس، وعم بيكون موقفهم مباشر وله علاقة بما يحدث. أول شيء أنا اللي تابع لهم سياسيا ما عبروا عنه. أنا عم بفترض، أنا عم بحط فرضية، عم بعطي مثل. أنا ما عم بعمل يعني. أول شيء أنا عندي، واللبنانيين بدهم يتعودوا هيك، بعرفوا شو معودين هيك. بالموقع اللي أنا فيه كوزير خارجية مسؤوليتي إن ردت أو ما ردت، إن كان رأيي هيك أو ما كان رأيي هيك، أنا بعبر عن موقف الحكومة اللبنانية وعن موقف لبنان الرسمي بقناعاتي أو بأكس قناعاتي. لما بدي أكون خاصة عم بحكي برا لبنان أول شيء، وتاني شيء عم بحكي كوزير خارجية لبنان، ما بحكي عن رأيي. أنا مجبور أحكي عن الرأي يلي هو رسمي ويلي هو يفترض أن يجمع عليه اللبنانيين أو أكترية اللبنانيين. هلأ بدك تقلي ما في تصرف للحكومة
لا ينطبق على الأرض، يعني كلام لا ينطبق على الواقع، مثل ما صاير بسوريا مثلا. مزبوط. أكيد في. بس هذا شو بتوصف؟ بس تخيل يعني هذا شو لك شغلة، هذا مش تناقض، مش انفصام يعني. لا مش انفصام بموقف الحكومة، ولا انفصام بموقف الخارجية. الخارجية موقفها لا أنا انفصام بموقف السياسيين، يعني إذا إذا الوزراء داخل الحكومة بحطوا هون وهون. إيه بهون وهون. أنا مش عم بحكي عنه، هيدا عم بحكي عن سائر الأطراف. معك حق، بحطوا هون وهون. بقول لك أنا بضل أتصرف كفريق سياسي مثل ما بدي، بس بحد أدنى بالحكومة كون عامل موقف حافظ الحد الأدنى من، وهيدا نحن بحاجة له. بتعرف ليه؟ لأنه تخيل ما يحطوا هون وهون، يحطوا بس هون. تخيل وين منكون. أو تخيل موقف لبنان الرسمي ما يكون هيك. شو يعني؟ يعني نبعت الجيش يحارب باليمن؟ أو بنبعت الجيش اللبناني يحارب بسوريا؟ إيه؟ فلا، نشكر الله أنه بعد في هيدا الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية يلي ضابب اللبنانيين أكتريتهم عليه، ضابب القوى الشرعية اللبنانية الرسمية عليه، ويلي حافظ الحد الأدنى من التماسك الداخلي يلي يلي برجع بقلك إيه؟ يتفضلوا يقولوا لنا بكره نهار الاربعاء انه لا، مش هيك، مش هيك لازم نعمل. بس المشكله انه عم تطغى مواقف الاطراف السياسيين على موقف الحكومه، يعني لما بيسمع اللبناني او لما بينسمع في مواقف او تصريحات او خطابات معينه عم تطغى على موقف الحكومه الرسمي. لحلك ليه؟ لانه اول شيء اللبنانيين والاعلام والراي العام عطول بيروح على المواقف المتطرفه، ما بيروح على المواقف يعني لانه موجوده. طب يعني لما بيكون في موقف ما بده يقول انا بوصف، ما بقول ما بقول لا يعني ما سامبل شيء طبيعي. انت بتروح على الشيء بيقولوا له الابا يعني اللي مش اللي مش عادي. فطبيعي يكون هيك، انما بالاخر الموقف الرسمي تبع لبنان هو يلي يلي عم بيتركز، ويلي نحن شغلتنا ان نركزه ونثبته، يلي بيكون عم بياخد لبنان لاكثر ما بيتحمل لبنان، ولا ابعد من هيك بيكون عم بيعمل اذى يا للبنان يا لقصمة من اللبنانيين. طيب بتقلي خد مثلا قصة ابعاد القصمة من اللبنانيين من الخليج من الامارات. طيب مش مأذي؟ نفترض ان كانوا 32 او 35 او 70، لان الارقام اللي عندنا اياها يعني الشيء الرسمي اللي عرفناه كان 35. نعم. بس افترض هالقد. طب في 35 عائله تضرروا، نحن شغلتنا انه ما نعمل لهم 50 ولا نعمل لهم 500. بتقول لي في 500 الف لبناني بالخليج. في الاذى يطال ال 500 الف. نحن كل ما فينا نخلص لبناني من اي اذى، هيدي مسؤوليه. هيدا ردا على اللي قال انكم ما كتير اهتميتوا بالموضوع، او ما كتير عملتوا منه قصه، او ما عملتوا منه حجم. هيدا ردا على هذا الانتقاد. يعني بعتقد كل شيء فينا نعمله عملناه. بس نحن كمان قدرتنا كدوله وكحكومه معروف قد ايه. لما حدا بده يعني يروح ابعد من قدره لبنان ومن قدره الحكومه بده ينتظر هيك. مين اللي راح ابعد؟ كل حدا معالي الوزير. بدي اقول لك شغله، كل حدا عم بيعبر عن شيء يمكن يكون صح. ايه، وهذا من كل الاطراف عم بصير. هل حزب الله راح ابعد؟ هل حزب الله راح ابعد من قدره الدوله بالتعبير؟ نعم، المستقبل كمان راح ابعد. ايه طبعا، لما بيجي وزير العدل او وزير تاني من تيار تاني او مسؤول بيحكي برا كلام بيطال فريق لبناني، طب بيكون عم بيأذي لبنان او بيهاجم دولة تاني. ما كله فعل وردة فعل بالنهاية عم بصير. يعني زميلك بالحكومة وزير الداخلية وهاد المشنوق بيقول انه يعني تعليقا على ما يحدث في اليمن، بيقول انه ايران تعتبر لبنان اليوم جزء من منطقة نفوذها، وسياساتها في لبنان تزعزع استقراره وتقسم بلدنا. أنت وزير خارجية، أنت تمثل السياسة الخارجية للبنان، هل توافق على هذا الكلام؟ هلأ هو حكي جزء من الحقيقة، جزء من رأيه، عرفت؟ جزء من الحقيقة ولا جزء من رأيه؟ جزء من رأيه يلي بيعتبره حقيقة. أو أنت شو بتعتبره؟ أنا بعتبر أنه مش لازم ولا دولة تتدخل بلبنان، وبس هيدا الشيء بيوقف علينا، إذا نحن بنسمح لها تتدخل أو لا. وبعتبر انه اي تدخل بشؤون لبنان الداخليه بيضر لبنان، لو بفيد فريق من اللبنانيين. يمكن انا اكون بالسياسه عم بربح، بس لبنان بالمجمل بيكون عم بيخسر. بتعرف ليه؟ لما بنكون عم نكرس قواعد
بتصفي اليوم بتستفيد بكرة بتخسر. وبالآخر لما بلد ما في بلد صغير مثل لبنان ما يتأثر بسياسات خارجية، بس ما في يكون عم ينقاد لألا. وتنعطي الصورة الحقيقية في كتير دول عم تدخل بلبنان كتير، إيران وغيرها يعني. إيران وغير إيران، إيران والسعودية وأمريكا وفرنسا وأوروبا والدول العربية وقيس. ليش عم نسمح لها؟ ليش ما عم نسمح؟ لأنه نحن بلد بعدنا لليوم نفكر بالأناصل والمعتمدين للأسف تراث يعني للأسف للأسف تقاليد سياسيين للأسف تعودوا هيك، ما تعودوا يعني ينتهجوا سياسة مستقلة. وأنا برأيي أهم شيء صفة لازم تكون مرادفة للسياسة الخارجية اللبنانية هي أنها تكون مستقلة قبل ما نقول حيادية وغير، مع هذا كلها أوصاف مش صحيحة. لما بتكون مستقلة اعتبارها بيكون شو؟ باستقلالية مصلحة لبنان، المبادئ اللي لازم تقوم عليها سياستنا الخارجية، وهي مبادئ بتقوم على القانون الدولي واحترام العلاقات الدولية وسيادة الدول وإلى آخره. ومن جهة تانية مصلحة لبنان، شو مصلحتنا؟ محل منكون محايدين، محل منكون أخدين موقف مع طرف ضد طرف تاني. يعني مش القياس انه ايه انت عمول سياسة خارجية محايدة ما تعمل شيء ولا تعبر عن رأي ولا عن موقف، ساعتها ما حدا بيسأل عنك. بالعكس بتعمل سياسة خارجية متحركة بتبادر، وهيدا تتبادر بده يكون عندك قدرة تواصل، وهيدا قوة لبنان. لبنان مش شغلته ينعزل بيتكوكع بمحل او يروح على محور او يصير بجهة من هالعالم، مصلحته يكون صلة وصل طبعا يعني. طبعا هون وينقي من هالسياسات شو الشيء اللي بيناسبه. انا ما عم بقولها لا بطوبويه ولا بسذاجه بمعنى انه خلص نحن بدنا نحيد، لا. شفت يمكن لو الموقف جامع امبارحه لحو الجلسه اللي قبل بالقاهره من جمعتين بموضوع اليمن كان في دعم للشرعيه اللي بيمثلها الرئيس عبد الهادي ايه، وكان في كثير من الموقف إذا بدك لطرف بالدول العربية كنا معه وأيدنا البيان. مبارحة ليه يعني رجعنا خطوة لورا؟ لأنه في العراق لأنه في ولأنه وسلطنة عمان ما شاركت عسكريا وفي تدخل عسكري. يعني في شيء ما فينا نعتبره عادي وطبيعي. بس أنا سؤالي بدي أرجع على موضوع أنه ليش نحن اللبنانيين والقيادات والزعامات بدهم يهتموا بباب المندب وشو عم بيصير فيه بالوقت يلي عنا باب قصر بعبدة صار له 9 أشهر مقفل وما بنعرف المفتاح بإيد مين؟ يعني الأولى نهتم بباب المندب ولا بباب قصر بعبدة وباب مجلس النواب وبباب التشريع وبباب إقرار مصالح الناس والمواطنين؟ تماماً. إيه بس ليه؟ تماماً. لأنه عم بقول لك هيدي للأسف عقلية قديمة وجينا بالممارسات هلأ كرسناها وعم نربط حالنا وعم نربط لبنان بمحلات. يعني نحن ما فينا مثلا انتبه تكون واضح موضوع اسرائيل مثلا، لا هيدي النظريه ما بتروح لمحل تقول انا ما علي علاقه باسرائيل، اسرائيل على حدودنا ايه طيب لا هيدا مهددتنا هيدا التفكير انه شو قلنا نحن علاقه، لا قلنا علاقه، ما نحن بنحمي لبنان لما بتكون عندنا سياسه بتضعف اسرائيل. ايه هالسياسه اللي بتضعف اسرائيل اذا انعملت باليمن او انعملت اوكي بنكون معها، بس لما في سياسات بتنعكس دغري داخليا عنا بانقسام طب بالاخر لبنان في سنه وفي شيعه وقد بعضهم بالوزن بالحكم وبالعدد بالبلد وبالقدرات والى اخره. طب نحن مهم نقربهم نوصلهم مش نفسخهم اكثر واكثر وهذا الشيء الطبيعي بظل هالصراع بالمنطقه يعني إيه والاحتقان يلي ما بنعرف. طب بكره بقوصوا على بعضهم باليمن بنجي بنقوص على بعضنا هون؟ لو عندنا هيدا الراي ويمكن برجع بقول لك يمكن يكون صح بعتقد، بس كمان تنشوف الشق يلي بعده مضبوط ومنيح انه كمان الفريقين الرئيس الحريري والسيد حسن اثنيناتهم قالوا بدنا نحافظ على الحوار واثنيناتهم عارفين انه حدود القصه مش انه نقوص على بعضنا هون. طيب هلا طالما الموضوع موضوع موقف سياسي عم بيعبر عنه كل واحد عن فريقه السياسي ماشي الحال يعبروا. قبل ما اختم هالمحور سؤال عن القوة العربية المشتركة،
يلي أقرت. برأيك هذه القوة هل ستبصر النور على أرض الواقع؟ يعني ما بيكفي القرار، ليك ما بدي أخفيك إنه وشو ملابسات أنه ما في حماس لإله، وأنه عمل جهد الرئيس السيسي يعني تمرأ مبدئي تشكيل الفكرة. ما في حماس سعودي؟ أكثر من سعودي. شو؟ مين من عدة الدول. وليش؟ من عدة الدول ومن كل الجهات. ليش ما في حماس؟ لأنه بيخافوا من فكرة أنه هذه إذا عملت إمتى بتتدخل بأي بلد، مع أنه واضح أنه اختيارية اللي بده ينضم الله، واضح أنه ما بتتدخل إلا عن طلب الدولة المعنية، واضح أنه عم نحكي أنها بتحترم سيادة الدول ووحدتها، وأنه في نقاش كتير كبير لازم ينعمل على استراتيجيتها، على المعايير يلي على أساسها بتتدخل، النظم وآليات عملها، فهي بحاجة بعد لحوار كبير. إنما نحن ليه معه؟ لأنه ما بيسوى يضل في عنا عجز عربي بموضوع الإرهاب، نحن المعنيين. طب رحنا امبارح على نيويورك على موضوع بطال الأقليات، وين؟ بالشرق بالمنطقة. طبعا طب ما فينا نكون ما خصنا، ما في إلا لبنان وزير خارجيته راح. يعني ما فينا بموضوع الإرهاب تكون الطيران الأمريكي والأوروبي هو عم بغير، والعربي طيران العربي يعني عم بيشارك بس بخجل، والقوى إنه طب أنا بقول إنه ليه عم بيتحرك بس بالجو، طب شو ناقصنا؟ طب مثل ما فتنا على اليمن، إيه فات الدول العربية يعني تدخلت، طب ليه ما في نفس الحماس على داعش أو أكثر؟ ليش برأيك؟ لأنه شو الجواب؟ هذا تقصير. تقصير؟ هذا تقصير يذهب البعض إلى حد الاتهام. يعني لما بتقول انت مش عم هلا في حدا بالعالم بيصدق انه داعش بدها 60-61 دولة على رأسهم امريكا وروسيا واوروبا والدول العربية وما بنقدر نقضي عليها؟ انه في وبتضلها تتمول، وبضل في دول وانظمة بالمنطقة بتبرر الارهاب وبتقول انه النصرة غير داعش، ويعني في إرهاب متطرف وفي شيء أطرى ونتعامل مع هيدا ومش مع هيداك وعندهم علاقات معهم، ودول بالمنطقة بتهرب مقاتلين أجانب، ودول بالمنطقة بتمول دول بالمنطقة، دول عربية بالمنطقة ولا دول إقليمية؟ عربية وإقليمية. فإذا كيف بتطلب منهم إنه يقضوا على داعش وهن مشاركين بصناعة هذا الإرهاب؟ مشان هيك إله حق مواطن عربي صادق يقول هيدي الحماسة العسكرية، طب عال منحط لها قوامة بقوة عربية مشتركة، طب هيدي القوة العربية المشتركة ليه ما منفكر انها بتهاجم اسرائيل لما اسرائيل بتهاجمنا؟ بس شفت وين الخوف؟ ما بدنا نعملها خوفا من انها تروح تهاجم اسرائيل، او خوفا عند بعض الدول من انها تروح تهاجم داعش. طب ليه اليوم يعني انت عم تتهم معالي الوزير دول عربيه بان تريد بقاء داعش، وعم تتهم دول عربيه انها تخاف او تداري مهاجمه اسرائيل؟ مش عم بتهم، هذا واقع. شو عم بتهم؟ انه نحن 300 مليون مش قادرين على 30 الف داعشي؟ انه شو انه كل هالمليارات الدولارات؟ طب دخلك الجيش اللبناني يلي بيقوص بيعد الرصاصة انه عم بيقدر كيف عم بيقدر على داعش؟ ليه؟ لانه عندنا الاراده. ايه، ولانه الجيش عم بيقاتل. طب هذه هلا كيف بدنا نبرر نحن لشعوبنا مليارات الدولارات اللي عم تنصرف على سلاح من امريكا ومن اوروبا، وبالاخر وين قوتنا عم بتقاتل؟ مشان هيك نحن مع فكره انشاء قوه عربيه، لانه هيدي ايديولوجيا قتاليه، عقيده قتاليه وتزهين وطني وقومي عربي بيوصلك بالاخر انك تروح انت تكون جاهز. بس كيف بدهم يسمحوا لها تنشا هذه القوه بالوقت يلي عم تعرض لي كل هذه الوقائع؟ فهل ستبصر النور هالقوه؟ معناتها ما في اراده عربيه، ما في اراده، ما في اراده سياسيه كافيه، ومعناتها وضعنا كدول عربيه رح يضل هيك الى تراجع. وين بنروح نتمرجل؟ على شي سفير قال مثلا بده اصلاح البيت العربي، بنروح بنصفي بدنا نشحطه من الجامعه العربيه. عرفت شو؟ طب عمين عم تقصد؟ وانا لا لا لا، ما انا هذا الحكي حكيته بقلب الجامعه العربيه. ايه ومن يعني ما شو قالوا؟ كلهم اشقاء وكلهم بالشخصي، كل يوم عم بحبهم اكثر وعم نبني علاقات، بس انما فينا ندافع عن وضعنا العربي المهترئ ونقول انه نحن جامعه بدها شغل وبدها اصلاح، وبدنا مش نروح نصرف وقتنا على الكلام وندون الفعل، وكل مشروع بياخد معنا عشرات السنين. طب أوروبا كيف تطورت؟ لأن في الإرادة السياسية
وفي الفهم المشترك للأمور وراحت بآليات عمله بجدية إنها تنتقل، يصير في عندها سياسات خارجية واحدة، يصير عندها سياسات دفاعية واحدة، يصير عندها سياسات داخلية بالعلاقة بين بعضها بالهجرة وغيره واحدة. فإذا هيك بنقدر نشتغل. ونحن دول عنا كتير قدرات وعنا شعب يعني قادر يعطي وعنده طاقاته وعنده قدراته. ليه عم ولكن بتقول لأنه مش مسمح لنا، معناتها خاضعين لإرادات غيرنا. طيب وبعدين لما ما منطور إراداتنا الداخلية بأننا نعمل هالسياسات هيدي وبنجي مننقذ من دول حوالينا إن كان اسمها تركيا أو إيران أو شو ما كان، طب شو ناقصنا؟ ليه يعني تركيا عددا أو اقتصادا يعني أو الفراغ أو العربي إيران أو إيران أو إيران إيه؟ إيه؟ ليه بده يسهر الإيران الساعة 2 بالليل يشتغل ونحن بدنا ننام الساعة 6 وبعدين بدنا أو نوعه أو نوعه الساعة 2 بعد الظهر مش مهم. ليه نحن مسؤوليتنا ونحن عنا قدرة. ليه بدنا نقصر؟ طب البارحة يعني عجبني بالرئيس السيسي إنه عنده هالإدراك وهالوعي للموضوع إنه تعالوا نعمل شيء، رغم اخر شيء تطلعنا بقرار مبدئي بانشاء قوه عربيه ولكن الياته. طب روح نفذه هلا. طب تعالوا نعمل شيء. والا بتكون انت عم بتبرر عجزك وبتكون عم تسمح لداعش انها تنوجد وتحتل الاف الكيلومترات وتعمل الدوله لا وبتكون كمان وينضموا له وبيكونوا العرب عم يسمحوا لغيرهم بتعبئه هذا الفراغ اللي هن اوجدوه ان كان تركيا او ايران او غيره. هلا بال بال بالقضيه السوريه لا في عجز عربي لانه راحوا لمحل ما بقى قادرين يرجعوا منه، مش قادرين يقدموا مبادره وناطرين روسيا. مصر الوحيده يلي طالعه من رحم معاناه ومن ثوره نجحت بفضل شعبها وإرادات الداخلية. بدك تقول لي اجت دولة من برا ساعدت الشعب المصري؟ بالعكس الدول كانت يعني تعرف أيدت مرسي لأنه هيك قادرة تفهم اليوم الوضع وتكون عندها هامش ما لربط هامش وصل. ما من الحركة مؤيد بوضع الاقتصاد الصعب وبحاجتها إلى الأموال من من الخارج. من معالي الوزير خليني أتوقف مع فاصل إعلاني بعد منه أنتقل على نيويورك. بدي أحكي عن محطة نيويورك لمدة 9 ساعات يمكن خصيصا قطعت مؤتمر شرم الشيخ وكنت الوزير العربي الوحيد، وهيدي قضية تعني كل يعني تعني العرب بالدرجة الأولى، موضوع الأقليات والأديان في الشرق الأوسط. كنت وزير الخارجية الوحيد يلي رحت على نيويورك لمدة 9 ساعات، ألقيت كلمة بمجلس الأمن بالاجتماع الوزاري اللي دعا له وزير الخارجية الفرنسي. رح أحكي بعد الفاصل الإعلاني عن هذا الموضوع ورح نرجع نستعيد كلمتك بعد هذا الفاصل. وأعود لمتابعة هذا الحوار مباشرة من وزارة الخارجية والمغتربين في الأشرفية مع الوزير جبران باسيل. معالي الوزير بدي أحكي عن مشاركتك في نيويورك بالاجتماع الوزاري اللي دعا له وزير الخارجية الفرنسي بعنوان ضحايا هجمات وابتزاز العرقيات والأديان في الشرق الأوسط. كلمتك كانت مدوية، عرفت أنا أنه في عم تترجم إلى أكثر من لغة لأنه كانت ملفتة بمضمونها وبكل الكلام اللي انحكى من خلالها. رح ناقش معك هاي الكلمة، رح ناقش غياب وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وهذا كان ملفت، غياب وزراء خارجية آخرين، إلى أي مدى هذا الاجتماع عنده آليات تنفيذية ولا بس اكتفينا إعلاميا بكل الحكي اللي انحكى. بس خليني نرجع نسترجع الكلمة اللي ألقيتها ونرجع نكفي حديثنا معك. للأفكار التي طرحت وتحية إلى غبطة البطريرك ساكو وإلى الأخت فيان دخيل نموذج المرأة العربية المناضلة والشجاعة. أتيت إليكم اليوم من اجتماع جامعة الدول العربية التي قطعت أعمالها وحيداً من بين زملاء الوزراء لأكون بينكم نبحث معاً عن طريقة لوقف الإبادة الثقافية التي تتعرض لها منطقتنا، وسأعود إليها فور انتهاء اجتماعنا عودتي إلى جزوري
جاهدا هناك لكي تبقى جامعة للحضارات أكثر منه رابطة للغة. فمهما خيبنا المجتمعان الدولي والعربي، سنبقى نجول وسيبقى شعبنا يناضل لإنقاذ روح لبنان والشرق الأوسط أي ثقافتهما من الخطر. فنحن أبناء أمة عاشت أكبر اختبارات التاريخ وصمدت معتمدة لا على طاقات القوة المادية بل على ثقافتها فقط. السيد الرئيس، نأتي إليكم من حضارة فينيقية ابتدعت الحرف وصدرته إلى العالم من موانئها التجارية، ونأتي من هوية مشرقية خلطت الأديان السماوية على أرض واحدة وفي إنسان واحد، ونأتي من صيغة لبنانية فريدة بالمناصفة في التشارك بالحكم بين المسيحيين والمسلمين، ونأتي من شعب عظيم حمل رسالة الشهادة عندما قتل في أرضه، وحمل رسالة الرجاء عندما صمد في أرضه، وحمل رسالة الإنسانية عندما هجر من أرضه. نأتي إليكم من أرض الرسالات ومن وطن الرسالة لبنان، رسالة التسامح مع الحفاظ على الذات، رسالة التعايش مع الحفاظ على الآخر، ورسالة الأنسنة في مقابل داعش اللا إنسان. نحن قوم نأتيكم من سلالة الأنبياء والرسل، من بطون أنجبت موسى ويسوع ومحمد. نحن أحفاد لمن ولد وزرع في الشرق، هاجر واندمج في الغرب، عاش في لبنان وعايش الشرق والغرب فيه. لذلك نحن اضطهدنا، وذنبنا الوحيد أننا بصدفة جينية ولدنا في مجموعات بشرية طائفية، واعتقدنا أن الأمم المتحدة وجدت لتحمي أمثالنا، فكان داعش النكسة الكبرى لنظام الأمن الجماعي. السيدات والسادة، لقد أوصانا الإرشاد الرسولي بأن لا نسأل عن الامتيازات، ولسنا هنا بوارد ذلك، لكننا نتساءل عما حل بميزات منطقتنا. نتساءل ماذا حل بالعراق بلاد ما بين النهرين، وماذا حل بسوريا بلاد ما بين الخلافتين، وماذا حل بلبنان بلاد ما بين الحضارتين. نتساءل لماذا يضحى بمبادئنا على مذبح المصالح، ولماذا نذبح على يد داعش وإسرائيل تحت سمع العالم وبصره الذي يكتفي بتدوين الأحداث وإرسال التقارير. نتساءل عما إذا كانت ازدواجية معايير المجتمع الدولي وكيله بمكيالين يغذيان توترات المنطقة والعالم، ونتساءل عما بقي من القانون الدولي والعدالة الدولية ومجلس الأمن الدولي عندما لم يعد هناك من قانون وعدالة وأمن في منطقتنا. السيدات والسادة، في حديثنا عن الأقليات اليوم مطروح ماذا تبقى من قيمة للأقلية إذا كانت تعيش تحت رحمة إيديولوجية الأكثرية، وإذا كان تناقص عددها يؤدي بها إلى ثقافة الإنعزال الأقلوي، وإذا ما أصبح وجودها للوجود أقصر طريق بها إلى الزوال. ماذا بقي من قيمة للأقلية إذا انخفضت في العراق من 2,000,000 إلى أقل من 300,000، وإذا انخفضت في تركيا من 15% إلى 1%، وفي بيت لحم من 85% إلى 12%، وفي القدس من 53% إلى 2%، وإذا هجر 700,000 من الأيزيديين والمسيحيين في الموصل دفعة واحدة، وخطف مطرانين دون تحريك ساكن، وإذا هجر الأشوريين نتيجة هذا السكوت، وإذا هدمت تماثيل سرجون الأكادي في الموصل، وإذا مسخت رئاسة الجمهورية في لبنان بصلاحياتها
وسخرت بأشخاصها حتى أصبح لا يسمح باعتلائها إلا لمن هو من أهل الذمة السياسية. وهل يبقى من أقلية إذا سمح لدولة أن تولد باسم الإسلام وهي تفسير راديكالي معتور للإسلام؟ ألا يستحق كل هذا تحريك الآلة العسكرية بما هو أكثر من طلعات جوية ودعم الجيوش الشرعية التي تقاتل على الأرض وتقدم الشهداء كجيشنا اللبناني البطل؟ ألا يستحق كل هذا تحريك آلة العدالة الدولية بما هو أكثر من بيان ودعم مسعى لبنان لدى المحكمة الجنائية الدولية؟ وألا يستحق كل هذا قراراً من مجلس الأمن بما هو أكثر من اجتماع مشكورة عليه فرنسا، إلا أن الحضور فيه يعكس درجة الاهتمام الدولي ببقاء الأقليات وحوار الحضارات؟ السيدات والسادة، نحن لسنا هنا لندافع عن جماعات أو ديانات، إنما عن مبادئ ونظم حياة. فالمسيحية ثقافة حياة ومجموعة قيم إنسانية تخص كل الناس. أتعتقدون أن المسيحية تبقى في العالم إن لم يبقى مسيحيون في أرض المسيح؟ وأن النبع يبقى يسيل إذا جف المصدر؟ أتعتقدون أن الإسلام يبقى إن شوه في منطقتنا وأبلس في منطقتكم وتصارع ذبحا في أرجاء المعمورة؟ أتعتقدون أن اليهودية إن خلق لها كيان أحادي منغلق رافض للآخر يمكنها وحدها أن تحمل رسالة الخير في وجه الشر؟ أتعتقدون أن الحرية تعني فقط أن نسمح بتعرية مريم والمسيح وبهتك محمد في الرسوم فيما يحاكم فقط من يلفظ أي كلمة معادية للسامية؟ أتعتقدون أن مفهوم الاندماج يختصر فقط بانخراط المشرقي في الغرب وإعادة المسلم إلى الشرق؟ ألن يولد هذا عنف ما بين الحضارات على ضفتي المتوسط؟ إن قيمة هذا المشرقي هي في بقائه في أرضه، لأنه بذلك يحفظ التعدد والتنوع فيها ويمنعها أن تتحول إلى بقع أحادية طائفية منسلخة عن هويتها ومتنكرة لرسالتها الإنسانية، متصارعة فيما بينها ومصارعة كلها للغرب. إن هذا المشرقي لن يزيد الكثير على نقص ديموغرافي في الغرب إذا أضيف إليه، وإن حسن استقباله في السفارات والمطارات والداخليات لن يحميه ولن يحمي مستقبليه، بل إن صموده في أرضه هو ما يحمي حضارته ويحمي حضارتكم ومجتمعكم. السيد الرئيس، جئنا اليوم لنطالب أولاً بأكثر من بيان، بل بتحضير لقرار دولي يعطي الحماية للأقليات في الشرق ويضع الخطوط الحمر الجغرافية والمعنوية لها على أن تكون آلية التنفيذ جامعة لكل دولة ورادعة لكل مجموعة. ولنطالب ثانياً بأكثر من وقف تشجيع هجرة المجموعات المكونة للمشرق من أرمن وكرد وتركمان وأشوريين وكلدان وسريان وأيزيديين وشبك وصابئة ودروز، بل بإعادة من هجر على يد دواعش منذ القرن 19. ولنطالب ثالثا بأكثر من تبرع لمنظمة اللاجئين وبأكثر من صندوق ائتماني لإعادة أعمار الحجر، بل بصندوق أممي لإعادة أعمار حضارات هدمت وشعوب هجرت وثقافات شوهت في مختبرات الريال بوليتيك. السيد الرئيس، الهجرة هي انسلاخ عن الأصل، ونحن الأصل والوصل والفصل في منطقتنا، ولسنا مستعدين للتخلي عن ذاتنا. إن إسرائيل
الأب الشرعي لداعش منذ عشرات السنين، هي وداعش دعاة حرب فيما نحن بنات حضارة ودعاة سلام. حافظوا معنا على حضارتنا وهويتنا وثقافتنا، وخذوا منا ما هو أكثر من نفط وموارد، خذوا منا المحبة والخير والسلام والثقافة، فوجودنا في أرضنا فعل إيمان، نحن أبناء الإيمان وإبليس داعش لن يقوى علينا. وشكرا. أول مرة بتسمعها ما هيك؟ بدي أشير إلى أنه أطلقت هاشتاج على التويتر بعنوان نحن الأصل والفصل من وحي كلمتك، عم بيقولولنا أنه صار واصل لـ8 ملايين شخص. بتشعر بفخر؟ بسمع منك. لا فريق عملك قال لي ما يكونوا عم بيزعبروا عليك. ما بعرف، عم بيوصلوا لي الاخبار لإلي قبل ما يوصلوا لإلك. لا هي الشغله ما بتبين الريكورد فيها. لا لا عم بيقولوا لي مزبوط. بشعر بالعطش. لا بعطش الناس لواقع حضاري غميق بالتاريخ، وهالقد غمقوا بقلعوا، وبالتالي في ناس حابه تضل متجذر باصولها وبقيمها الحضاريه والثقافيه. طيب كثير عن هذا الكلام، هذا الخطاب يلي تابعناه ويلي فيه الكثير من المعاني والكثير من المواقف والكثير من الافكار، كثير عن كله حلو وكله اذا بيتطبق تمام، بس السؤال هذا الاجتماع يلي حضرته شو مفاعيله؟ لا بيصدر عنه بيان رئاسي، لا بيصدر عنه مشروع قرار، فقط كلام للإعلام طلع وبالقاعة المقفلة، أكثر من هيك شو؟ ليك أول شيء لأنه في أكثر من تخلي دولي، في تآمر دولي على الشرق وأقلياته، وفي هذا الواقع موجود. فنحن عارفين شو عم نعاني وشو عم نعالج، ومنا متفاجئين ابدا، ومشان هيك لو الوضع بألف خير ما بنعمل هيدا المشوار على نيويورك كم ساعة تنحكي تسع ساعات تنحكي الكلمة ونرجع. فكتير منيح واضح لقلنا قدي المؤامرة كبيرة على، بس هيدي مش أول مرة بنعمل مؤامرات على منطقتنا وبنصمت ومنبقى. ايه بس في احكي لك كثير بهيدا المجال. إيه بس انا بدي اقول لك انت بدك تقول لي شو هيدا الكلام وين بينصرف؟ اذا هيك بدي يكون مباشر معك، هيدا الكلام الكثير حلو وين بينصرف؟ بس قل لي اول شيء مهم ينقال. طب انقال. لا 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 وبعدين أمل. طب ما نعمل شيء اذا كان هيك، نحمل حالنا ونضب اغراضنا ونفل ونقول ما في شيء بينفع. مش مزبوط، نحن عم بقول لك لما تعرضنا كل اللي تعرضنا له من 2000 سنة لليوم وبقينا، معناتها قادرين ان نبقى. اثنين، هلا بالكونتكست السياسي انه يبلش يصير فيه ادراك لهيدا الموضوع وحكي عنه، هيدي بداية. لانه بقول لك بصراحة قبل ما كنا ننسمع، بتقول للغرب اقليات الشرق شو هيدا بالنسبة لهم؟ هيدا غرب علماني ما بيميز، وما فيك تاخذ له اهتمامه بهيك موضوع. اساسا هيدا الغرب هو اللي ساهم بتهجير الاقليات طبعاً من الشرق، هو يلي ما عرف يحافظ. مشان هيك لما بنقول لهم نحن انتم اذا مفكرين انه بتفتحوا سفاراتكم ومطاراتكم وداخلياتكم، شو عم نقول لهم؟ عم نقول لهم انتم عم بتسهلوا هجرة الاقليات، الهجرة. بس اليوم في شيء حدث انه صار في قدره على الاستماع، قبل كان في رفض للاستماع. بس كيف بتفسر غياب وزراء خارجيه الدول التسع، وزراء خارجيه الدول دائمه العضويه، امريكا وروسيا وبريطانيا والصين وكمان 9 دول اخرى؟ هذا لا مش 9، لا لانه كان في وزراء خارجيه، بس اكيد كمان بكلمتي قلت انا انه الحضور بيعكس مدى الاهتمام. ما في اهتمام، ما في اهتمام كافي. بس في اهتمام لدرجه انه كان في 4 وزراء خارجيه 5، وانه نعمل له جلسه بمجلس الامن، وانه بلش
ينحكى بأفكار وبمشاريع وبمؤتمر دولي وبقرارات لا وهذا موضوع أنا بقول لك بس إذا في غياب معالي الوزير إذا في غياب وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية اللي هي الدول المقررة وإذا أنت عم تعترف أنه ما في اهتمام كافي هل يمكن لما طلبته أنت بكلمتك تحضير قرار دولي يحمل أقليات في الشرق ويضع الخطوط الحمر الجغرافية والمعنوية لها هل يمكن لهكذا قرار أن يبصر النور إيه أن يتحرك لأنه مين بده يعمل إذا منه المهتمين جهة تقلك شغلة أول شيء هيدا اجتماع بس تنكون عارفين هيدا أساسا يعني المشاهد المستمع يفكر أنه كان منتظر شيء طلع شيء تاني لا هيدا اجتماع كل دولة كل شهر بمجلس الأمن بتنقي موضوع بتعمل عليه اجتماع وما بيكون مش بالضرورة فرنسا نقت هيدا الشيء فرنسا نقت هيدا الشيء ومش مفترض كان يطلع قرار دولي منه هيدا اجتماع بطبيعته ما فيه مسودة هلأ كان فيه نعمل جهد أكثر تيطلع منه بيان رئاسي طبعا كان فيه نعمل جهد أكثر تيجوا وزراء حتى تحديد الموعد مثلا وزراء الخارجية العرب كان مرتبطين بالقمة ما فيهم يجوا يعني صار في كمان مش كلهم قادرين يعملوا مثل جبران باسيل لا كلهم عندهم تسع ساعات يقعدوا بنيويورك ويرجعوا لا لأنه جبران باسيل هو ابن أهل القضية وإذا أقل شيء بيعملوا أنه يعمل هيك لهالقضية بيكون كتير قليل قدام ناس قدموا حياتهم لهالقضية هي أنا مش عم بنتقدر يعني في وزارة خارجية يمكن وضعهم الصحي ما بيسمح لا أو من قضيتهم أنت منيح يعني أو من بعدك شاب بس من قضيتهم يمكن من أولويتهم عندهم أولويات تانية نحن هيدا أولويتنا هيدا روح لبنان هيدا سبب وجوده الريزون داتر تبع لبنان هو هالقصة إذا ما في هالقصة ما في لبنان لأنه لبنان مش بقعة أرض مش مساحة جغرافيا مش 10452 كيلومتر مربع هذا هو اللي يختصر لبنان كيف بتكون تفعلوا الموضوع أنه تحضير قرار دولي يحمل أقليات في الشرق من مين بالطالب يعني هل اليوم أنت طلبت لوران فابيوس زميلك وزير خارجية فرنسا أنه يشتغل على هذا الأمر هل باتصالاتك مع الروس مع الأمريكان مع بدك تطالب بهذا الشيء لك شغله أول مسؤولية بهذا الموضوع هي على الفاتيكان أول طرف مؤثر ووازن دوليا وفي يعمل أكثر ما عم بيعمل بكتير هو الفاتيكان فأول شيء بطلب الفاتيكان طلبته؟ هلأ في هالكلمة قالت وفي شغل قبل وفي شغل بعد هل في تجاوب منه؟ وهذا موضوع خليني أقول لك هذا موضوع ما بيصير بيوم وبيومين هيدا تراكم جهود وبده متابعة الروس عملنا نحن وياهم من أسبوعين إذا بتتذكر مع الوزير لافروف بجنيف مؤتمر بيقولوا لي هيدا السايد إيفنت يعني بعثتنا خبرتني إنه كتير قليل تينعمل هيك سايد إيفنت بجنيف ويكون فيه له حضور هالقد كبير من الدول وكان ناجح اليوم فرنسا اللي هي دولة علمانية وموضوع يعني الأقليات تعرف يعني فرنسا الحديثة الجمهورية الخامسة بهذا الموضوع فما يعني الفصل اللي صار بين الدين والدولة فيعني كمان قدرة استماع تطورت كتير بهذا المجال في عنا أمريكا بعتقد أنه لازم يكون عندها الإنذار نتيجة الشيء اللي عم بيحدث يعني ونتيجة استطلاعات الرأي بتعرف أنه بعدهم أكثر من نص الأمريكان بيعتبروا داعش مش خطر فأكيد يعني مش لازم بوعي الأمريكان أنه يصير 9-11 عن جديد حتى يوعوا حتى يرجعوا ينتبهوا أنه أف لا داعش والله خطر مش أنه بس ينقتل صحفيين أمريكيين بيصير في هيدا الوعي وبعدين مننسى هيدا الموضوع بدي أقول لك شغلة داعش منه اسم ومنه مساحة جغرافية أخذوها بالعراق وبسوريا داعش موجود مثل ما قلنا بالكلمة من القرن على القليل نحن اللبنانيين جسدنا ملطخ بداعش على القليل من القرن 19 لما صارت الهجرة من لبنان ومن يعني من الممارسات التعسفية اللي تمارست على لبنان باسم الدين وضد يعني الممارسات التعسفية العثمانية طبعا يعني انت هذا تاريخنا يعني يعني داعش جذورة عثمانية لا مش يعني جذورة عثمانية لا انه عم بفهم هيك يعني لبنان بالذات عانى من تنكيل طائفة
من القرن التاسع عشر وقتها بالتاريخ كله بيقلنا وفينا نسترجع قد ما بدك محطات، والشاهدين عليه هن هاللبنانيين المغتربين في العالم يلي بتروح بتلاقيهم لما بتبرم عليهم وين ما كان بتلاقي هجرتهم 1860 و75 و95 عرفت؟ لا يعني وصارت الطامة الكبرى وقت المجاعة بال 1915 والشي الشهير يلي صاروا معروف. ايه نحن حاملين بوطننا بمجتمعنا جروح من هالممارسات هيدي، لا وصلت بال2000 الضابط نداف ولا الشهداء بنهر البارد فتح الإسلام 173 شهيد من الجيش اللبناني ولا اللي عم نشوفه بعرسال هلا، هيدا كله داعش. طيب فداعش هيدا الفكرة انه مستمر مع الزمن وبده معالجة مختلفة عن الشيء اللي عم نشوفه من العالم اليوم. أنا بدي أدخل معك معالي الوزير على مواضيع، يعني حكينا عن نيويورك، حكينا عن شرم الشيخ، حكينا عن سياسة لبنان الخارجية، بدي أرجع معك للداخل اللبناني، نحكي عن الحكومة، نحكي عن الفراغ الرئاسي، نحكي عن القادة الأمنيين، ما يحكى عن تمديد أو تعيين، نحكي عن الحوارات بين الأطراف أنتو والقوات وعلى الجهة الثانية المستقبل وحزب الله، ثم نحكي عن الاغتراب ومؤتمر أيار. رح أتوقف هلأ مع فاصل إعلاني بعد منه مباشرة الحكومة الفراغ والقادة الأمنيين. ونتابع هذا الحوار مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. معالي الوزير، الحكومة، الفراغ الرئاسي، القادة الأمنيين هي عناوين هذا المحور. أول شيء خليني بلش بالحكومة. اليوم بعد عاصفة الآلية والصلاحية وبعد القواعد الجديدة والانضباط يلي فرضه الرئيس سلام عليكم بالوقت وبالنظام الداخلي، كيف مرتاح؟ أحسن. كيف بتشوف هالحكومة والجو فيها؟ أحسن. رجعنا للقواعد السليمة بغض النظر عن تفاصيل بالشكل، إنما نحن ولا يوم اتفقنا أنه يكون في إجماع، نحن اتفقنا يكون في توافق يعني الحد الأقصى الممكن. الأول اعتمدنا هذا التعبير، دولة الرئيس يعني بيحرصوا على الجمع كان عم بيجرب أنه ما يكون في حدا خارج هذا التوافق، إنما شاف بالتطبيق أنه مش ممكن، ورجعنا على الشيء المنطقي السليم أنه إيه إذا في حدا معارض ومعه حق بالقانون أو ما هو حق بفكرة فليكن. بس إذا مجموعة معارضة وعلى لا حق ولا قانون ولا منطق ولا خلفية ليه؟ هالقد بسيطة القصة يعني. والكل مقتنعين؟ لأنه عم نسمع في وزراء منه المقتنعين بهذا الشيء، اللي عنده فرصة بيمثل حاله يعني بالبلد وصاير له فرصة انه هو يوقف حكومة اكيد مش حيكون مبسوط بس اشطوا. ما في حدا بيمثل حاله بس معالي الوزير، والا ما كان بيكون بمنصب معين وما بيكون عنده وزراء داخل الحكومة وما بيكون عنده حيثية. طيب وما بيكون عنده مواقف وما بيكون عنده حركة سياسية. طيب في واحد يكون عنده كلها ومواقف وحركة سياسية وهيك ويكون بيمثل حاله، بتعرف كيف بنعرف؟ كيف؟ بكره بتذكر بالحكومة الجاية او ممكن بالانتخابات اللي جاية، الانتخابات النيابية يمكن أو بالواقع السياسي يعني. طيب هل وزراء عندي مجموعة أسئلة عجبتني ابتسامتك اليوم. لا ومش بس هيك، يعني وزارة الخارجية ما بعرف أضفت الكثير من الدبلوماسية والهدوء، ولكن مع المحافظة على الموقف الحاد ما بين السطور. لا لأنه هيدا بلد تعرف بيكبر الصغير وبيصغر الكبير وبيكبر الأحجام وبيلعب فيها، حرام القواعد كلها مفقودة يعني، والحس المنطقي للأشياء كمان رايح بصفي ببطل في قواعد للعمل. هلا ما رح أدخل بهذا النقاش ومين بتقصد، وعلى كل حال الناس عارفوا مين. لا ما بقصد هذا، وحياتك بقصد فكرة عامة تاخدنا أنه نحن لازم نروح على التكتلات السياسية الكبيرة والأحزاب اللي عندها برامج وعندها قواعد
وبتمثل وبصفي يعني مثل ما راحوا الوزراء على اللقاء التشاوري عملوا تكتل، وزراء الرئيس سليمان، وزراء الرئيس امين الجميل، مش منيحه؟ بلا، بس كلهم ما بيغيروا من واقع انه كلهم عندهم 6 نواب البرلمان، فلما بترجع على عمل برلماني سليم بتشكيل الحكومات وبنيل الثقة وكذا، بيكونوا 8 وزراء عندهم 6 نواب تقريبا او 7 نواب، بينما 4 وزراء عندهم 27 نائب. بتقلي في شيء سليم؟ انه هيدا النظام اللبناني. لا مش، لا يعني ما مشان هيك تطوروا لهيدا النظام وما له علاقه بالاشخاص هون. بنروح على مؤتمر تاسيسي؟ لا 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 لا، بتروح على انه الانعكاس الشعبيه بتكون حقيقيه بالبرلمان، وانعكاس البرلمان بيكون حقيقي بالحكومه. بس خليني روح على سؤال، يعني عندي مجموعة أسئلة بتمنى يكونوا سريعين ومباشرين. هل يمكن لوزراء التيار الوطني الحر أنه تعيدوا النظر في استمراركم في الحكومة، ويقال أنه في خيار الاعتكاف قائم في حال تم التمديد للقادة الأمنيين؟ لا، مش موضوع، يعني مش الموضوع على فكرة أو على شغلة، بس هيدي لأنه هالقد يعني نافرة أنه جينا تمدد لقائد الجيش اللي بتعرف نحن اخذنا موقف من كل قضيه التمديد. طبعا وطبيعي، لانه خاصه بالاسلاك العسكريه ما في شيء اسمه فراغ، في الاعلى رتبه بيجي. وقتها تمدد لقائد الجيش قال ما كان في حكومه، كانت حكومه تصريف اعمال، وجبنا وقتها كل المنطق اللي كان بيقول والدراسات انه كان فينا نجتمع، برضه ما صار. طب صار في حكومه وعم بتعين، ليه ما تعين قائد جيش؟ لانه ما في رئيس جمهوريه. لا 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 لا، شو عن جد؟ ليه عيننا مدير عام اثار؟ ولا عيننا لجنه رقابه؟ بس يا معالي الوزير، مدير عام الاثار مثل قائد الجيش؟ برضو والجيش هلا عم بحارب الارهاب، وفي عنده استحقاقات وعنده مخاطر وعنده تحديات. وبعدين العرف كل الوقت كان قائم انه رئيس الجمهوريه بيكون عنده راي باختيار قائد الجيش، يعني ما معقول يكون في اختيار لقائد الجيش وما في رئيس جمهوريه. بعد في شيء حجه؟ لا هيدا خلاص، بس فضيهم. انت شوف انه شو بدك تقول لي. لا لانه عم بحارب الجيش وبوضع صعب، لازم تحترم له يعني تراتبيته، وتحترم له معنويه ضباطه وعسكره، وتشتغل بالاصول فيه لانه هيك. فما في شيء اسمه فراغ، وفي انه هيدي الحكومه قادره مثل ما عم تاخذ قرارات كثير كبيره وصعبه انها تعمل هذا الموضوع من ضمن عملها الطبيعي. فاذا مش بنوقف بالجيش وبغير الجيش وبخيوى الامن وبكل المطارح، خاصه بالشق الامني، انك تروح. نشكر الله جيشنا فيه ضباط اكفاء، وقياداتنا الامنيه يعني بتتغير وبتتطور. بس ليش اليوم، ليش من هلا او قبل بست اشهر العماد عون فتح معركه قياده الجيش؟ مش مزبوط. كيف ما عم بينحكى يعني؟ شو بدي، شو عم بينحكى؟ عم بقول لك شو الواقع. ايه بس الحكي أول شي يعني من أول فراغ. اول شيء المعركه مفتوحه من سنتين، اوكي، مش من اليوم. اليوم ما صار شيء اكثر من العاده، بس لانه قربت استحقاقات، وفي ناس بتعرف يعني ارتعدت على انه امكانيه انه يصير شيء بهالاستحقاقات، فهي عملت الضجه. هل بس العماد عون ما عمل شيء غير عادي، غير بسياقه الطبيعي. بس كل الحكي انه جولته على الرئيس بري، واجتماعه بالرئيس الحريري، وزيارته للنائب وليد جنبلاط، كلها كانت تصب في موضوع التمديد للقادة الامنيين، وموضوع تزكية العميد شامل روكوز لقيادة الجيش. يعني هيدا الحديث اللي مليان بالبلد. شو الحديث؟ بس هيدا موضوع، بدي الحقيقة منك، بدي الواقع. موضوع اكيد مطروح ونحن بهمنا كتير، ويعني أكثر موضوع يمكن يكون بهمنا بالمرحلة الحالية يلي اليوم اتكلنا. أنت تخيل، تخيل يعني الجيش يكون وضعه مهتز، وليك لما صار في بس مين قال لك وضعه مهتز هلا؟ لك ما أحلاه يعني، بعده من يومين مسيطر على تلال جديدة تحضيرا. إذا كل ما بدي أقول كلمة بدك تلقطها وتخليني بس كفي الفكرة. عم ناقشك، ناقشنا على الفكرة كلها مش على الكلمة. تفضل. الجيش صار عندنا كثير ملاحظات نحن ادت انه بطرابلس صار اللي صار، وبصيدا وبعرسال. بعرسال نحن بوضع منه سليم،
نحن بوضع بعد ما رجعنا لحدودنا الطبيعية وسكرنا كل وضعنا. ليه؟ لأنه كان في يعني وضع مش سليم قبل. عم بيتصحح اليوم وجيشنا عنده قدرته وعقيدته القتالية ويعني وتصميمه، في عنا القرار السياسي هيدا الأهم، بس هيدا بتعززه بأنك تعمل التداول الطبيعي فيه. نعم بأنك بس أنا بدي أرجع هلأ بدي أقول لك شغلة، كل ما يعني كل ما بينطرح موضوع الجيش حتى ببنود مجلس الوزراء انه اوعى ما توافقوا والجيش عم شو اذا الجيش عم بيحارب، هيدا بيلزمنا ان ناخذ قرارات صحيحه وصائبه بخصوصه اكثر، مش ان نكرس اوضاع شاذه في. بدي ارجع انا لسؤالي الاساسي، تبع علي مش ان نكرس اوضاع شاذه في وضع شاذ في الجيش اليوم، بس هيدا رأيكم الخاص. لا مش رأينا رأيكم الخاص، هيدا مش رأي لا مش رأي باقي الاطراف السياسيه بالبلد. هيدا القانون بترجيك، هيدا مش موضوع رأي. شفت وين البلد ببطل فيه معيار وببطل فيه شيء بتستند عليه؟ في قانون واضح، في عمر بيوصل عليه الواحد بيتنحى بيروح خلص صار سن التقاعد. بس ما عم بتطالبوا بتمديد سن التقاعد للعمداء؟ أول شيء نحن ما طلبنا. تاني شيء هيدا موضوع منفصل عن هيداك، هيدا موضوع وهيدا موضوع. تكنت مددت سن التقاعد اليوم في حدا خلص عمره ويمكن يكون احسن قائد جيش بالعالم مش بس بلبنان واحسن شخصيه، خلصت ويكون فترته خلص ايه مش خلص عمره، خلص عمره بالجيش شو كل بعض بيخلص عمره. لا بوضح لا احلى ما لا لا وانا عم بحكي بال... طب خلص فاذا كمان واحد طب دخلك ووصلوا ناس على سن التقاعد باكثر من محل بالقضاء وبالوظيفه العامه بالفئات الاولى بالدوله وطلعوا. يعني ليه بدنا نعتبرها انه اف لا هذا موضوع تجي انت اليوم كحكومه بتعرف شو القصه؟ خلينا نبسطها انه نحن نفترض انه ما حنتفق فمنمدد، يعني انه مش عجبنا هيدا او مش عجبنا هيدا الطلب منمدد. بس ليش تنفترض يا معالي الوزير، ليش تنفترض انه بدنا نضلنا لايلول بلا رئيس جمهوريه وبدنا نبلش من هلا نبحث اذا بدنا نمدد لقائد الجيش ولا بدنا نعين قائد جيش جديد ولا بدنا نعمل مشكله بالبلد؟ ما في عنا اولويه اللي هي خلينا نجيب رئيس جمهوريه وساعتها بتنحل كل القصص. يمكن انت ما سمعتني لحد لك، نحن هذا الموضوع مفتوح من سنتين وبالنسبة لنا طارق وهام وعاجل وصار مأخر سنتين، بس نحن اليوم مش نحن اللي عملنا شيء جديد، في حدا تاني عمل شيء جديد اللي اللي هو وبادر بهذا الموضوع مش نحن، اللي هو وزير الدفاع يعني وقت اللي مدد لمدير المخابرات. اللي سمعني بيعرف. لا عم نستوضح، عم بوضح لك. اوكي عم بقول لك هذا الموضوع مش نحن اللي حركناه اكثر من وفارت حاله. انا بس بدي ارجع لفارت حاله، في عنا استحقاقات جايه وما بيجوز هذا الموضوع بقى يصير فيه تاخير فيه. بدي ارجع على كرمال الجيش وكرمال قوى الامن وكرمال لبنان القانون بلبنان والامن بلبنان وسلامة الأمور بلبنان، هذا الموضوع لازم يتسوى على الأصول. بس بدي أرجع لسؤال الأساسي، افترض أنه الحكومة بدها تمدد لقائد الجيش، هل صحيح مثل ما عم بينقال أنه أنتم مستعدين تعتكفوا أو تستقيلوا وفي معادلة تعيين شامل روكوز مقابل بقاء الحكومة؟ أول شيء ما بحق إلا الحكومة تمدد، في قانون واضح ما بحق إلا الحكومة تعمل هيدا الشيء، واضح؟ ما بحق إلا، مش أكيد ما فيها وما حنخليها، ولا رئيس الحكومة في يفكر ايه لانه بعتقد يعني دولة الرئيس يعني عنده الحس الوطني والحس الدستوري والحس القانوني، بيعرف انه ما فيها الحكومه تاخذ قرار تمدد لقائد الجيش، وبركي كان في اطراف بالحكومه بدها تمدد وما بدها تعين، في روح في موضوع خلافه وزير الدفاع خالف ويرجع يروح يعمل مخالفه ثانيه. نحن نبهنا على شو بتعملوا؟ رح يكون عندنا فعل اكيد الاعتكاف، رح يكون عندنا فعل اكيد بيستاهل واحد يقف قدامه. يعني تطهير الحكومة أو الاعتكاف أو الاستقالة. هلا ما عم نقول شيء، هلا عم بقول لك هذا الموضوع ما في ليك مثل ما صار بهيئة الرقابة، استسهلوا التمديد إنه يلا منمدد منجدد، لما كان عندنا موقف واضح إنه ما حنقبل عملنا شوية جهد وعيننا. فاليوم بنعمل شوية جهد بهيدا الموضوع وبغيره تمن صفي على نزق المخالفات والتمديد الغير شرعي. شو استخلصت معالي الوزير من زياراتك، لقائك مع السيد نادر الحريري الأسبوع الماضي،
البعيد عن الأضواء، زيارتك للرئيس الجميل، زيارتك للدكتور جعجع، ونحكى أنه كان في موضوع القادة الأمنيين كان موضوع أساسي. شو استخلصت من هذه القوى بهاللقاء؟ برجع بقول لك هيدا موضوع من زمان مطروح. فهمت ما استوعبت. لا ما استوعب لأنه مع نادر الحريري لا أول مرة بنلتقى على طول، ولا أول مرة بحكي معه بهيدا الموضوع بشكل واضح، بموقف كتير واضح ومعروف منه. بس هن شو موقفهم؟ يعني قال انه الرئيس الجميل قال لك اذا العماد عون رح يبقى مرشح للرئاسة لا ما فيني امشي انا بالعميد شامل روكوز، وقال بصيروا الرئيس وقائد الجيش اذا شي من نفس العائلة. انا كل حدا حكيت معه بهيدا الموضوع كان ايجابي. كل حدا حكيت معه بهيدا الموضوع كان ايجابي من ناحية شامل روكوز ولا من ناحية المبدأ؟ من ناحية نيل شامل روكوز في حدا يحكي عليه كلمة بالجيش؟ لا ما بقول هيك، بس يمكن عم تتسألني على اثنين، عم بقول لك من ناحية الشخص لا، يعني ما حدا في يحكي. هلا في واحد يقول لك عندي رأي سياسي حر فيه، ما هذا اللي عم بقوله، بس انه عم تقول من ناحية اثنين، من ناحية السياسية كمان ما سمعت كانوا إيجابيين، ما سمعت مشكل من حدا. كيف عم بينقال إنه الرئيس الجميل بفضل التمديد للعماد أهوجي على إنه يجي؟ أنا بحكي عن شو سمعت، أنا حكيت معك أكثر بهذا الموضوع وكان الرأي إيجابي. وأنت شخصيا عم بينقال إنه الأكثر حماسة لإنه يكون العميد شامل روكوس قائد جيش حتى ما فيما بعد يصير وزير دفاع مثلا. ليك بس كثير عم تهز بايديك، عم بنقلك شو عم بينحكى اليوم. في تحليل صحافي طويل عريض بموقع الكلمه اونلاين عن هذا الموضوع. بتقول لك شغله، انا يعني ما فيي افصل هلا عن النضال السابق. انا شاب رحت اتطوعت بالجيش كان عمري 18 سنه، بوقتها كنت اسمع بالضابط شامل روكوس كان رمز بالنسبة لألي. لما بفكر بالجيش ما لها علاقة بشي تاني، وبناس بيقدروا يقيدوا لهالجيش بفكر فيه. عرفت كيف؟ هيك بكل بساطة. هلأ شو بدك من هونيك ورايح بس انت تروح وتحلل؟ بس انت اكيد مع الوزير فهمت شو بقصد انا من سؤالي. لا يعني عابين قال هلا بينقال كثير اشياء، شو فرق معي شو بينقال؟ انه احسن لك يكون هو قائد جيش احسن ما يصير ينافسك على الحقائب الوزارية. في نقال هيك وفي نقال كثير اشياء ثانيه. عرفت شو؟ يقال انه قد يكون هناك بوادر تسويه، يعني ان يكون ثمن تسهيل العماد عون لاختيار رئيس توافقي انه يكون تعيين العميد شامل روكوس قائد للجيش. هل نعرض عليكم هكذا عرض او هكذا كلام؟ ما بينقارنوا ببعضهم هودي، يعني ما بيتقارنوا ببعضهم لا من على المستوى السياسي ولا موضوع مطروح يعني ببزار ولا هيدا شيء وهيداك شيء. كمان هيدا استحقاق وهيداك استحقاق. نعم. وهيدا استحقاق بيجي كل ست سنين رئاسة الجمهورية وإله مدي الزمني ست سنين، وإله فعله الوطني، وإله قيمته بالبيئة المسيحية تحديدا، بإذا هي مرغوب ان يعني يتحافظ عليها بهيدا التنوع اللبناني والمشرقي او لا. وقياده الجيش كمان استحقاق بيجي على طول، مش شيء جديد. وما في شيء بده يندفع مقابل شيء، لانه هيدا شيء مستحق بالشخص وبالموعد. هل تلقيتم عرضا من فريق 14 اذار انه الجنرال يسمي أي شخصية أو أي اسم لرئاسة الجمهورية وهن مستعدين كفريق يوافقوا على الاسم يلي بيسميه؟ هيدا قديمة كتير. ايه هيدا قبل الحكومة. لا بس عم بقولوا عم يتجدد العرض هلا. لا ما وقت اللي كان في خير وما انقبل، هلا بده ينقبل. بس أنا عم فكر أنا إنه ليش ما بينقبل وبيسميك لألك؟ هلا انت فكر شو ما بدك، بما انت افكارك وورائك كتير. لا بس انا بفتكر انه اذا قبل العرض وسميك لك لرئاسه الجمهوريه انا ضمن لك انه 14 دار بيقبلوا بالعماد عون. ليك خلص عاش عم جرب لقي لك حل. خلص منيح الفكره. عم جرب لقي لك حل. السيد نصر الله باطلالته من يومين قال انه السعوديه هي المسؤوله عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وهي تضع فيتو وتحديدا وزير خارجيه السعود الفيصل على العماد عون. هل المشكلة بالسعودية؟
هذا الخبر عم تحكي على خبر السفير يعني؟ لا لا، خطاب السيد نصر الله، انت كنت بنيويورك. خطابه من يومين قال انه الشخصية الاكثر تمثيلا عند المسيحيين ومرشحنا العماد عون في فيتو سعودي عليه، وتحديدا من وزير الخارجية سعود الفيصل. بعرف انه يعني في بموضوع الرئاسة للأسف تدخل وانتظار من بعض اللبنانيين مثل العادة لإشارات خارجية بفكرة بتسمعها، يعني بتسمعها بشكل رسمي من أعلى مستوى، إنه نحن هذا استحقاق مش منفصل عن الخارج، ونحن اللبنانيين تعودنا إنه الدول بتتدخل بهالاستحقاق. هذا دائما بنسمعه الكلام، بس أنا بدي جواب مباشر منك، في فيتو سعودي على الجنرال عون أو لا؟ نحن ما تبلغني بشكل مباشر، بس حليفكم الأساسي السيد نصر الله قال هالشيء، واضح إنه يعني في مشكلة. وين كيف مين بيتحجج فيها؟ نحن مش كأنك عم بتداري انك تقول مش مضطر الواقع او اللي قاله السيد نصر الله بالامس. انا مش مضطر. ليه مش مضطر؟ لانه نحن همنا نعالج في مشكله، اكيد في مشكله. شو شيء سر يعني؟ اذا قلنا انه محفوظ للعماد عون اشياء بترجع يعني لسنين سنين ورا، انه يؤخذ عليه انه يعني رايه مستقل وانه حر وانه هون لبى وهون ما لبى معروفه، بس نحن بهمنا نطلع لقدام، مش بس مش كرمال بس موضوع الرئاسه، كرمال نقدر نلم هالبلد وبكل قناعه انه نحن بدنا نلم اللبنانيين على بعضهم. ايه، ورئاسه الجمهوريه اليوم بمرحله بدك تعمل عليها توافق مش على الأسوأ، توافق على الأحسن. إيه؟ لأنه مش بس فكرة التوافق هي كمان بتعمل توافق على الشيء اللي بتقدر تقدم فيه الخير بس معليك أنت نسجت علاقة جيدة مع السفير السعودي علي عواد عسيري، وبعرف أنا كتير منيح هالشيء، وكان في لقاءات دائمة بينكم، ويعني صار في علاقة ودية. رغم هيك ليش بده يضل في فيتو سعودي على العماد عون؟ لأنه في يكون في اعتبار انه استحقاق بعد ما استحق، انه والله بينتظر ظروف تانية، انه والله هي بتجي بمعادله اكبر، بصير في يعني مبادلات. بتعرف الدول عندها المصالح، قد يكون على الظرف يعني مش على الشخص. لك الدول عندها المصالح، بتطلع بالدائما الاشيكيه كله سوا تبع المنطقه او تبع العالم، بتشيله وبتحط. المهم نحن شو الدول، انت اليوم اذا لبنان عندك تاثيرك على دول تانية برا يمكن تعمل ذات الشيء، بس هيدي لعبة الدول ولعبة السياسات والمصالح. بس نحن لبنان مصلحتنا يكون هيك؟ نحن إذا كنا مستقلين بقرارنا شو ما كان رأي السعودية أو إيران أو أمريكا أو فرنسا، نحن نقول لا هيك مصلحتنا. إذا هيدي مسؤولية الزعماء اللي بيعنينا أكثر طبعا. مسؤولية القرار زعماء الموارنة المسيحيين كمان يلي ما قادرين يتفقوا. جيد أقول لك، نحن أكثر المسيحيين معنيين أكثر من غيرنا، لأنه هذا استحقاق نحن معنيين فيه بالدرجة الأولى، مش وحدنا إنما بالدرجة الأولى. إذا منعيد فيه اعتبارنا ووجودنا ودورنا الكامل بلبنان، واثنين معنيين نحن نلاقي حل، وهي الأهم، مش لهالمرة، مش لشخص. وصدقني إيه؟ أنا كتير هممني أكثر من العماد هون بكتير إن نلاقي حل دايم، والقاعدة الديمقراطية هي اللي بتأمن الحل دايم، يلي ما بتغبن فيه حدا، ويلي بتعطي فيه فرصة وأمل لكل حدا. انه الممثل الاول للمسيحيين وللبنانيين تاليا هو اللي بيستحق هذا الموقع وبيجي عليه. هيك مش كل مره بتوقع بمرحله يعني فراغ. بقول لك ليه استاذ جورج؟ رح اقول لك ليه. لانه نحن محكومين بكل مره فراغ برئاسه الجمهوريه. انا عم بقول لك طالما دستورنا هيك بدك نصاب ثلثين، ما رح يجي ولا مره بلبنان حدا يجمع الثلثين، ورح تصير عرف وقاعدة انه ايه كل مرة بنفوت بفراغ. اول مرة كان كم شهر، تاني مرة بصير كم سنة، تالت مرة بصير كم قرن، الا اذا ما رحنا على قاعدة ديمقراطية، على تغيير يعني، على مؤتمر تأسيسي، لا 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 على تغيير نظام، على شو؟ عم بقول لك شو؟ على قاعدة ديمقراطية بتقول الاول يستحق هذا المركز. هلا كيف بتحدد الاول؟ فيك تحدده بالتعديل الدستوري اللي نحن اقترحناه، هو انتخاب مباشر من الشعب. فيك تحدده باستفتاء. فيك تحدده بانتخابات نيابيه، انه والله كل رئاسه قبل انتخابات نيابيه مين عنده
النتيجة النيابية الشعبية الأكبر هو المستحق، وبالتالي بيجي على رئاسة الجمهورية شخص عنده استحقاقه الشعبي، عنده كتلته الوزارية المستحق لها مش يلي شحدها نيابية، وعنده كتلته النيابية يلي هي بصفي رئيس الجمهورية يلي اليوم بعد دستور الطائف عنده نقص بصلاحياته، في اختلال بالرئاسات بلبنان، بصفي على القليلة معوض جزئيا عن هيدا الشيء بتقله الشعبي والسياسي، بصفي كلمته بتوزن مش بس من موقعه كرئيس، من موقعه الشعبي والسياسي. نعم. هيك بتعمل توازن بالبلد، وهيك بتعطي المسيحيين بالرئاسات موقعهم وحصتهم ودورهم المستحق لهم. نعم. مش كل مره بتقول هون بدي اعمل والله الرئيس، النظريه اللي عملوها بالمسيحيين نتيجه ضعفهم، نتيجه ذميتهم السياسيه، هودا اهل الذمه السياسيه، انه ايه ما نحن رئيس جمهوريه بتعرف لازم يجي يكون بيسير الكل وحكم ويرضي الكل، بيطلع مش راضي. نعم. راضي حدا لانه مش راضي عائلته. دكتور مش راضي جعجع بيقول الدكتور جعجع بيقول الفراغ هو نتيجه قرار استراتيجي ايراني بعدم حصول الاستحقاق اذا لم ياتي مرشحة الى سده الرئاسه. وبيجاوبه السيد حسن امبارح انه السعوديه. عرفت نحن عم نقول انتو شو بتقولوا؟ بنقول لازم يكون قرار لبناني، وهيدي الفرصه اليوم ان نعمله استحقاق لبناني. ولكن السؤال، هل يستطيع اللبنانيين انه هن يقرروا من تلقاء ذاتهم؟ امبارحه في يعني بلقاء ذكرنا احد بهي الفكره، انه ايه مين هو هالاحد؟ ما بدي، بس انه هي الفكره شو حاضره على طول، انه قد ايه اللبناني قادر هو ينعتق من التأثير والضغط الخارجي وياخذ قراره بذاته. ماذا يؤخذ على العماد هون؟ انه هو مستقل كثير وانه حر وما بنأمن له. بس كأنه عم بلمح قلق، بس عم بلمح دكتور جعجع انه العماد هون مرشح ايران. هلا هو مش عم بلمح، هو عم بيقول ايه انه شو كيف بتقول لي انه عم بقول لك لأنه كيف نحن قادرين نعمل سياسة خارجية أو أي سياسة تانية نقول فيها نحن مستقلين، لأنه نحن هون في مصلحة للبنان. طب ما زالوا هالزلمة إنه الحكيم دكتور جعجع بيعتبر إنه العماد عون مرشح إيران، كيف عم تعملوا حوار معه؟ تنغير له عقله وبركي هو غير يكون عقله. لا هو من طلع الحوار من محل بعتقد متفقين عليه، من محل تغيروا له تفكيره؟ لا من طلع من محل هيدا بإقرار الكل إنه العماد عون موقفه ثابت، لن يتغير، لن، وما حدا يراهن على الوقت. بينما الحكيم عم بيقول انا مستعد، وانا يعني طالب انه يبحث عن مرشح ثالث. كان الجواب واضح انه لا، وعم بينبحث على هذا الاساس. نعم. يعني قاعدة الانطلاق مختلفة، يعني انه العماد عون منطلق من انه هو مرشح ثابت يسعى الى تأمين التوافق والموافقة عليه. الدكتور جعجع عارف انه يعني لا، هذا الموضوع منه ثابت ومنطلق من امكانية البحث بقبول العماد عون. صح. ساعة ونص بمعراب قبل ما تسافر على شرم الشيخ، اكيد مش ساعه ونص عن مش كلها عن استعاده الجنسيه للمتحدرين. ما في شيء اهم منه هذا الموضوع، رح احكي عنه بالنسبه لي. عال رح نحكي عنه باخر محور. ساعه ونص كثير قليل عليه عال، بس لازم نحكي فيه بعد اكثر. بهالساعه ونص شو كان في حديث غير موضوع الجنسيه؟ استعاده الجنسيه، معالي الوزير، وفي حرص على هذا الموضوع، معالي الوزير، ما شيء يخرب عليه. واذا بنعرف نحن وهيدا نداء، هيدا ترجي تمني بدك اياه، إذا بنعرف نحن نتعاطى مع بعضنا على القضايا يلي بتعملنا وفقنا عليها بحققها، وما بيضر الأطراف الثانية، لأن نحن مش مهم نتفق كمسيحيين ولو على أذى الآخرين أبدا. إذا كان اتفاقنا بفيدنا وبفيد اللبنانيين كلهم ولبنان، لازم نعمل ولازم نتعلم كيف قانون استعادة الجنسية. في كتير مواضيع نتفق عليها، وهيدا حق للمنتشرين اللبنانيين لازم نعطيهم اياه، وما قلنا حق مش بس منه نختلف. نعم. هلا لانه متفقين عليه نشكر الله، ما قلنا حق مش كلنا نحط ذات الجهد، لانه كلنا معنيين في رح احكي عنه اكثر. هذا موضوع لا بيخص وزاره ولا بيخص. نعم. رح احكي عنه اكثر، بس خليني بالحوارات ساعه ونص عن الموضوع. عن الموضوع بس اسمع مني، اسمع مني وخبرني. بك هلا على الهواء بدي اسمع منه. طيب، ايمتى اللقاء بين الدكتور جعجع والعماد عون؟
قريب بعيد، استوت الطبخة، استوى إعلان النوايا، شو؟ ما بتعرف بهيك موضوع، يعني مهم يضل الحوار ويضل التواصل، لأنه بيجي معه أجواء بتساعد أنه يصير في اتفاق على كتير إشياء تانية. وعندما بينضج هذا الموضوع عند القوات اللبنانية نحن جاهزين. نعم. على الضفة الثانية، حوار المستقبل وحزب الله، يعني بعد كل الكلام يلي انحكى وما له علاقة بالصراع باليمن، بعد شهادة الرئيس السنيورة بالمحكمة الدولية وكل اللي انحكى بهذه الشهادة وله علاقة بحزب الله، هل سيبقى الحوار صامدا برأيك؟ بعضه صامد. طب بس كيف؟ يعني مش متفقين على شيء ومختلفين على كل الأشياء وبيجوا كل جمعة بيتحاوروا وبيقعدوا شو كيف؟ إن كان حلك بصراحة نتيجة قناعة عند اثنين انه مش لازم الخلاف يوصل الى توتر على الارض وبالتالي فلتين امنة وبيفرط البلد، ان كان هذا الاعتبار او ان كان باعتبار تاني من جهة بيقولوا ايه ما نعطي ذريعة لحزب الله يسيطر على ما تبقى من البلد، او الفريق المقابل بيقول ايه ما نعطي ذريعة ينعمل الهاء لحزب الله إضافة بالداخل عن معاركه بسوريا ومع إسرائيل. إن كان يعني اللي بيعتبر هيدي أو هيدي في مصلحة عند اثنين أنه يكون في حوار، أنه ما يصير هيدا الشيء. على سيرة المحكمة الدولية، وقبل ما فوت على فاصل إعلاني أخير وبعد منه عن الاغتراب، ب 16 نيسان موعد جلسة المحاكمة لقناة الجديد ولا الزميلة كارما خياط بالمحكمة الدولية. اليوم انت يعني كوزير خارجيه تعبر عن موقف سياسي معين، عن طرف سياسي معين، كيف تنظر لهذا الامر اللي له علاقه بحريه الاعلام بلبنان، بحريه الصحافه، بحق التعبير؟ انا بصراحه مش مطلع على الموضوع بتفاصيله، بس هيك بالمطلق حرام المحكمه الدوليه يلي كلنا ناطرينها وكلنا معلقين اهميه على اكتشاف الحقيقه بجريمه اغتيال الرئيس الحريري، أن تصفي قضيتها وملاحقتها لإعلام لبناني لو شو ما كان، لأنه لا شغلتها هيدي القضية، ولا بقدر أفهم أنا إلا إذا عم تربطها بالجريمة، يعني إلا إذا في مستمسك مادي أنه هيدا الشيء لأنه له علاقة بالجريمة، وإلا أكيد هيدا الشيء مش مقبول وهذا بضعف من صدقية المحكمة. دوركم كوزارة خارجية مش لازم يكون داعم لحرية الإعلام بلبنان؟ شو ممكن يعني تعملوا؟ عملنا شيء بالسابق بهذا الموضوع، مرة بمجلس الوزراء طرحت الموضوع أنا، وهلأ في شيء كمان يعني لح ينعمل أو عم ينعمل، يعني بانتظار أنه يكتمل. نعم، بانتظار انه شيء يجينا، لانه اكيد وهذا موقف انا يعني هلا عم بقوله وباكد عليه وكتبته قبل ورح ارجع اكتبه، انه بغض النظر وحقيقه مش مطلع على بس بالمبدا عن هذا الموضوع بالمبدا ومش من مصلحه حدا، وحقيقه يعني اول شيء المعنى الاول دولة الرئيس سعد الحريري هلا في يقول هو هيدي المحكمه وانا شغله وما بتدخل، بس هو تنوصل لحقيقه اختيار رئيس حريري مش لازم نفوت بمتفرعات تانية الا اذا تيجي تثبت المحكمه انه في علاقه مباشره. نعم، بعد الفاصل. بس ما بتخيل كارما هيك انا ولا معقول يكون في علاقه مباشره؟ مش قادر اتخيل يعني ودي تيجي معقول بعد الفاصل الإعلاني بدي أحكي عن موضوع الاغتراب، مؤتمر أيار 21 و22 و23 أيار، استعادة الجنسية، حقوق المغتربين، وماذا يحضر جبران باسيل لموضوع الاغتراب بعد الفاصل. والجزء الأخير أو المحور الأخير من هذا اللقاء الاغتراب، ولكن في بارت صغير تابع للمحور الأول لأنه عم بيجي كتير أسئلة يعني إلى علاقة بموضوع الحوار بينكم وبين القوات. بس شايف الاغتراب قديش بنعطيه؟
لا رح مش مش نحن رحنا بحياتنا العامه مش بحلقتك تتعرف ليه وضعه هيك لليك قد ايه بنعطيه اهتمام. مزبوط. عم بيسالوا انه عم بتقول انه ناطرين القوات انتم فيما يختص موضوع الحوار ناطرينهم وانتم جاهزين وناطرينهم حتى يغيروا هن فكرهم. يعني فينا نعتبر هلا العرقله كلها سببها موقف الدكتور جعجع والقوات برئاسه الجمهوريه. مش عم بقول شيء مش معروف. يعني بقول انا تفهم انت تينضج الموضوع يعني بياخد وقته مش مشكله. يعني هلا قاعدين بلا رئيس بانتظار انه ينضج الموضوع عند الدكتور جعجع. لا مش بس يعني مش معنى عنه فريق واحد بس نحن مدركين هيدا الموضوع قديه في اسس لمرحلة إيجابية من التعاون مش بس الثنائي بيننا وبين القوات على المستوى المسيحي العام تتركز مفاهيم صحيحة بطل تعمل خلل بالوضع المسيحي. معالي الوزير من أكثر وزراء الخارجية اهتماما بموضوع الاغتراب وجولات على الدول الاغترابية. يعني في دول بأمريكا اللاتينية من 45 سنة ما زارهم حدا يعني وأنت عم بتزورهم هلأ. أول شيء شو مشروعك بالنسبة لاستعادة الجنسية؟ يعني انحكى كتير تقدم مشاريع قوانين تعالج كتير. ما عندي مشروع تبسط لك يا ما عندي مشروع. ايه كيف بدو في قانون معمول من قبل انا وين مقدم النايب عم طلع ابي نصر 12 سنة وانا هيدا موضوع ولا بريد اتعاطى فيه انه موضوع مشروعي ولا شوي مشروعي. مشروع كل العالم ولحوب اللجان المشتركة. بس أنا بعرف قدي بعرف أهميته من قبل قدي كل ما بزور بلد وبشوف كيف ناس كبار عمرا وقامة ومقاما في بلدينهم إن كان على بالشأن السياسي أو الاقتصادي متمنيين أنهم يرجعوا ياخدوا جنس مش يرجعوا ياخدوا جنسيتهم المستحقينة تنعطى لهم. لأنه واحد راح بدي لك شغل أستاذ جورج نحن هلأ اليوم ما في عنا شباب عم بيهاجروا. طب ما في حدا من شبابنا عم بيروح تنقول على أمريكا الأنصلية بعيدة عنه 5 ساعات سواقة أو السفارة بعيدة 10 ساعات طبعًا سواقة طبعًا. طب هيدا خلف ولد اليوم ما سجله وراحت الأيام ورجع ابنه تجوز وخلف وما سجل بطل لبناني. طب هيدا مش نتيجة تقصيرنا نحن. بيروح على السفارة بيطلبوا منه وراق تيجيبهم بده سنة وتيقدمهم وبيوصلوا على الداخلية لهون بتطلع شي ورقة غلط بردوها على السفارة بيرجع بده سنة تانية بيبطل. طب ما هيدا عنده حياته هيدا عم نحرمه نحنا مش بس من انه يبقى ببلده لانه هجرناه وطفشناه بالسياسة والاقتصاد عم نحرم كل سليلته عم نحرمه انه يضل معه جنسيته. طب ليه يعني شو مبرر هيدا؟ كل اللي عم نقوله بالقانون كتير بسيط انه يلي مسجل من بعد ما انشئ دولة لبنان الكبير بأحصى 1921 معروف انه لبناني وبيثبت هيدا الشيء في بروسيدور بتنعمل تاخد الجنسية. ايه وليش على مدى وهيدي البروسيدور بقول لك شغله حتى القانون المطروح مشحف بحقهم. ليش شو لازم بدك سنه تتحصل وفي مهل 6 شهور وثلاث اشهر وشهرين وشهر بالوقت يلي دول مثل ايطاليا واسبانيا بتروح على السفاره بتبرس حيالله ورقه بتاخذ جنسيه ثانيه. طيب ليش على مدى 12 سنه هالقانون ما ابصر النور هالمشروع ما تحقق وبعدنا لهلا ما في شيء اكيد انه رح لك رح يصير؟ لانه تنطرح الموضوع مثل منه في مخاوف سياسيه عليه ومشان هيك ما حدا يحكي فيه بتقنيات وصار لهم 12 سنة بأخروا بتقنيات. سؤال واضح بدكن هالمسيحيين بالبلد أو لا؟ إذا ما اعتبرينه أنه قانون بفيد المسيحيين وأنا بقول لك لا وأنا بقول لك يمكن المسيحيين ما يستفيدوا منه أبدا لأنه مع همتهم بصراحة بس أنه ما في مسلمين همتهم تقيلة؟ ما في مسلمين همتهم تقيلة؟ يعني شو سر؟ ما في مسلمين بيستحقوا الجنسية ومحرومين منها؟ ليه يعني؟ هيدا في مواطن لبناني ظروف الحياة بعدته عن لبنان حقه انه ياخد هالجنسية. إذا في هيدا الاعتبار وأنا بقول لك مش صحيح لأنه كمان في مسيحيين خايفين انه مش رح نستفيد منه رح يستفيد منه أكثر سوريين وفلسطينيين وكل هيدا حق أو مش حق. كيف بدهم يستفيدوا من السوريين؟ أنه واحد سوري مسجل بأحصى 1921 عرفت؟ يعني شو ما بدك هيدا حق واحد لبناني معروف أنه من جزين معروف أنه من طرابلس معروف أنه طب ونازل على الأحصى أو نازل بأحصى 32 سجل مهاجرين أو سجل مقيمين أو اللي بدك إيه. طيب
هيدا اللبناني افترض الاعتبار، افترض انه الاعتبار المسيحيين بدهم يستفيدوا منه اكثر، ايه شو يعني؟ بدنا مسيحيين، مش انتوا عم تشكوا انه والله المسيحيين عم يفلوا من البلد، نشوف كيف بدنا نبقيهم؟ طب بقيهم، اول شيء جيب لهم رئيس جمهوريه بيمثلهم، ثاني شيء اعمل لهم قانون انتخابات بيمثلهم، ثالث شيء بالموضوع المعنيه فيها الوزاره اللي هي وزاره مغتربين. قال لهم انتوا اذا بتستاهلوا جنسية تعالوا خدوها، هيدا حقكم، نحن لازم الدولة تركض ورا المغتربين تقول لهم انتوا طاقة بشرية، انتوا طاقة فكرية، انتوا طاقة مالية، انتوا عم تساعدوا لبنان، فيك ايه بس تعالوا دخلكم تنعطيكم الجنسية. فيك تقول لي هلا تسمي لي مين اللي عم بعرقل؟ كل حدا منه عم بحط وزنه تيمشي القانون، ولح لك ابسط مين يعني نواب رئيس مجلس النواب حكومه انا طرف تحلك بصراحه تنعطي هيدا الموضوع المسعى اللي عم نعمله لانه حكينا مع الكلفي واولا الرئيس بري قال انا مستعد تحطه على اول جلسه وانا مقر انه هيدا موضوع يعني لازم نخلص منه ذات الشيء حزب الله وزيت شيء تيار المستقبل بلغونا انه هن ماشيين ما في مانع سياسي قال في كم ملاحظه شكليه تقنيه وانا بقول لك الموضوع لا شكلي ولا تقني قال بنشوفهم عم نشوفهم شو هن شو هن الملاحظات فيك تقلنا اياهم يعني مثلا اعطيني على سبيل المثال ما بدي اوقف على شيء تقني بس ما هيدا الشيء التقني معرقله 12 سنه للمشروع لا لا مش حقيقي انا برفض منه حقيقي؟ منه حقيقي لأنه صار معمول 100 تعديل ومش مش معنا نحن في ناس عم بيتابعوا هيدا الموضوع أولا المؤسسة المارونية للانتشار صاروا عاملين 100 اقتراح ايه بس لما الرئيس القصة منا مرجحة ايه بدكن هالناس أو ما بدكن ياهم هيدا الكلام عم بتقوله للرئيس بري ولحزب الله ولتيار المستقبل عم بقوله لحدا عم بقوله أول شيء لقلنا لنوابنا ايه بس عم بتقلي هن اللي عنده الملاحظات التقنية عم بقلك هن اللي عنده الملاحظات أول شيء عم بقوله لنوابنا ايه وتاني شيء لنواب القوات وثالث شيء للكتائب وثالث شيء رابع شيء خامس شيء رابع شيء للمرضى خامس شيء للرئيس بري ولحزب الله ولتيار المستقبل غير استعادة الجنسية مؤتمر أيار ب 21 و 22 و 23 شهر أيار الجاي مؤتمر داعي له كتار من الوجوه اللبنانية الاغترابية بالخارج وفي عدة مواضيع سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية وعم بتحضروا من أشهر لهذا المؤتمر شو بده هالمؤتمر يقول شو بده يحقق من خلاله جبران بسيط أول شيء بدي أشكرك وأشكر نيو تي في وأشكرك أنت بشخصك على التجاوب دغري اللي عملته وفقته أنه يكون عندكم مساهمة بنقل يعني تخصص تاخدوا حلقة للنيو تي في بالمؤتمر ليه؟ لأنه نحن ثقافة يعني كلنا بنعرف انه الاغتراب مهم وجناح لبنان الثاني بتعرف جناحين المقيم والمغترب كل هيدا الحكي الحلو بس بالواقع ما عملنا الشيء الدائم المؤسس لإعادة اللبنانيين إلى لبنان إعادتهم اللغوية الفكرية الاقتصادية نحن عملنا أول مؤتمر وبشهرين هذيك السنة وعطانا كتير أمل لنكفي وأنا بقول لك بعدنا كتير مقصرين لأن بده سياسة دولة كاملة ومشروعنا نعمل قانون للمجلس الوطني للاغتراب يكون من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لرئيس المجلس كل الوزارات معنية مع الاغتراب أنه ينحط سياسات حكومية لبنانية وطنية واضحة لإعادة اللبنانيين للبنان السنة الشيء الإضافي اللي عاملينه من إن يعني نعيد اللحمة والربط العاطفي للبنانيين هون إن عاملين شيء قطاعي يعني عاملين أول يوم على المواضيع الأساسية اللي هي الدبلوماسية الاقتصادية مع الاغتراب اللي هي تسجيل اللبنانيين اللي هي قصص نجاحات اللبنانيين تنعرف شو هالثروة اللي عنا إيه ما أنت بتروح بتنبش على النفط إذا بتقول يي حقه مليون دولار أو إذا بتقول حقه 2000 مليار دولار بتروح بتنبش أكثر تنعرف شو قيمتها هلا فواد بدي أسألك عن النفط عم أقول لك هيدا أهم من النفط بكثير لأنه هيدا الإنسان اللبناني يلي جاي بطاقته الذاتية كإنسان ومضاف عليها طاقاته الفكرية والاقتصادية وغيره فبأول يوم عنا هالجلسات هيدا على هالمواضيع نعم وتاني يوم مقسمين 12 مؤتمر على 12 قطاع جلسة لا مش جلسة يعني في 12 ميني كونفرنس ميني مؤتمر واحد للطب
واحد للنفط والغاز، نعم. واحد للتجارة والصناعة، واحد للسياحة، للسياحه والخدمات، واحد للمطبخ اللبناني، للمصممين الأزياء اللبنانيين، للفنانين، للعاملين بالمجال العلمي الأكاديمي وغيره. 12 يعني في تظاهرة اغترابية سياحية ثقافية في بداية اقتصادية. لا خليني تكون على مدى 3 تكون موضوعي تقلك شغلة، نحن مش قادرين نطال بإمكاناتنا وبوقتنا كل اللبنانيين برا، ولا قادرين نأمن لهم حضورهم كلهم. مشان هيك عم نقي منقيين قسم من اللبنانيين الناجحين بالاغتراب، وعم ندعيهم تيقعدوا الأطباء اللبنانيين مع بعضهم اللي بيشتغلوا بالذهب والديكتر الاقتصاديين، لا كل واحد بمجال عمله يشتغلوا على 3 محاور. واحد أو شيء يتعرفوا على بعضهم ويفكر أنه اللي عنده صناعة حديد بالأرجنتين يمكن يقدر يشتغل مع عنده معمل حديد بأفريقيا، يقدروا يشتغلوا مع بعضهم، نربطوا مع بعضهم، أو يعملوا استثمار بلبنان. أول شيء هيك، تاني شيء شو في إمكانيات يعملوا استثمارات بلبنان، تالت شيء شو في إمكانيات ينعمل استثمارات برا للبنانيين. ليه ما بيفتح مصارف لبنانية بأكثر من البلدان اللي بتفتح فيها؟ المطاعم اللبنانية يلي المائدة اللبنانية مشهورة ومشكورة من الكل، بس في مطارح مش موجودة. نعم. وكتير من الأطباء اللبنانيين بالخارج، بتعرف إنه نحن عنا 550 طبيب لبناني ببلجيكا من أصل جالي من 11,000 بس. عندنا 5200 طبيب بفرنسا. بتعرف عندنا تجمع أطباء لبنانيين بأمريكا الشمالية، وأكبر مستشفى لبناني، أكبر مستشفى بكل أمريكا اللاتينية هو لبناني، هو لبناني بساو باولو. أها. الثاني ببوينس آيرس. نعم. يعني اليوم معالي الوزير، أنت هاي الحلقة طبعا لأنه عبر الفضائية الجديدة عم بشوفوها بكل العالم بكل البلدان، اليوم شو بتقول للبناني اللي عم يحضرك، إن كان بالدول العربية أو بالدول الأوروبية أو بالدول الأمريكية الشمالية واللاتينية، بأفريقيا، بأستراليا، بفنزويلا، إذا بدك تقلهم فكرة أو شعار أو كلمة معينة، شو بتقلهم اليوم بختام هالحلقة؟ أنا بقولهم نحن مقصرين كتير معكم، ونحن جايين لعندكم، نحن عم ننبش عليكم يا بزيارة يا باتصال، بس نعرف حدا منكم احتل مركز مرموق. ليه عم نقول الناجحين؟ لانه امكانياتنا مش قادرين نطال 14 مليون لبناني اليوم، قادرين نطال المعروفين بالسياسه كمان، مثلا جايين صار مأكدين لنا 10 سياسيين من البرازيل، نواب من اصل لبناني، يعني نواب، حكام، وزراء، نائب رئيس دوله، رئيس برلمان الى اخره. نحن رايحين نبش عليكم واحد وواحد، ورح نوصلكم. نعم. يا بالجنسية يا باللغة يا بحضور مؤتمر، لازم نوصل لمرحلة كل شهر ينعمل مؤتمر يا بقارة يا ببلد يا مؤتمر قطاعي بلبنان قطاعي. نعم. نجمع اللبنانيين الأطباء تنقول بأمريكا اللاتينية وما أكثرهم بالألوف، تنقدر نوصل نجمع كل هاللبنانيين مع بعضهم، يستقووا ببعضهم، يشوفوا حالهم ببعضهم، نعمل اللوبي اللبناني بالخارج ونردهم يرجعوا يتواصلوا مع لبنان. نعم. يرجعوا هودي وحدهم بيعملوا سياحة بلبنان، مش عاوزين نشحد السياحة من برا، هو وحدهم بيعملوا اقتصاد بلبنان، مش عاوزين نشحد عطول أموال، هودي وحدهم بيحملوا رسالة لبنان الحضارية، لأنه هن بمجرد أنه ناجحين برا هن عم بيعطوا الصورة الحلوة عن لبنان، وأنا بقول لك هن اللي مبقيين لبنان عن قناعة. نعم. أنا بدي أشكرك معالي الوزير، كنت بدي أسألك بعد عن مراسيم النفط، أمتى بدأ تبصر النور؟ بضل نحن ببالنا أنت لأنك بوزارة النفط كان لك يعني هذا موضوع كتير متأخر ومستحق، وحرام حرام حرام شو عم نعمل بلبنان، حرام أنه موضوع وصلناه لهون اللقمة لتتم مثل ما بيقولوا خالص، وهلأ عم بنماطل فيها وناطر هيك. نعم. هيك في شي وقت ضايع، فرص في شي مهدورة. بوادر في بوادر، في شغل جدي عم بصير، بتأمل انه يوصلنا للنتيجة. نعم. شكرا لك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على هذا اللقاء، مباشرة وفور عودتك من شرم الشيخ ونيويورك، بدي اشكرك على هالمقابلة. انا بدي اتشكرك انه كمان اليوم بالحلقة يعني اعطيت فرصة للمشاهدين انه يسمعوا الكلمة، لان انا بالنسبة لي هيدي مفتاح الحفاظ على لبنان، على تنوع الشرق وروحه،
ومحاربة داعش، وأنا بقول عبرك للغرب مثل ما عم بقول لهم. وبعد المؤتمر هذا كان في غدا عمل مع بعض وزراء الخارجية، قلنا لهم أنتم ما قادرين تواجهوا الإرهاب إلا فينا، بس فينا نحن وباقيين محلنا بالشرق، مش نحن وعندكم. نعم، أنا بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك، وبدي أرجع أذكر أنه هاي المقابلة نسينا نقول أنه كانت منقولة مباشرة عبر إذاعة صوت المدى كمان. أهلا وسهلا فيك جبران باسيل وزير الخارجية، وبالطبع بدي أشكر المشاهدين يلي تابعونا، وإلى اللقاء الأحد المقبل.